إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، ويستمر بوح الحكايات في حديث الروح. الحديث يأخذكم إلى تجارب فريدة بين التاريخ وأشياء أخرى، بين التاريخ وأشياء أخرى. حديث الروح مع نائلة بنت ناصر البلوشي، كل خميس من 8 حتى 10 مساء. الرحمن الرحيم، مساءكم رحمة، مساء الخير على الجميع أينما كنتم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حديث الروح الذي يرافقكم مساء كل خميس. معكم في الإعداد والتقديم نايلة بنت ناصر البلوشية، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي. حلقة جديدة من حديث الروح، وحديث الروح ضيفنا اليوم فيه هو الأستاذ سيف بن مبارك الرحبي، رئيس نادي أهلي إسداب المستقيل ونائب رئيس اتحاد الهوكي. ضيفنا اليوم شخصية رياضية معروفة جمعت بين القانون والرياضة، انخرط في العمل المجتمعي بأشكال مختلفة. نقف مع محطات مختلفة من تجربة الأستاذ سيف الرحبي. طبعا إلى جانب كونه نائب رئيس اتحاد الهوكي حاليا، هو كان عضو مجلس الشورى سابقا لفترتين، الفترة 5 والـ6، وعضو في لجنة الصداقة العمانية اليمنية، وعضو أيضا في لجنة الصداقة العمانية الأردنية، وعضو لجنة سند، وعضو لجنة الأخطاء الطبية. نقف عند محطات مختلفة من حياة وتجربة الأستاذ سيف الرحبي. أستاذ سيف، أهلا وسهلا بك في حديث الروح. مساء الخير، وأحييك أولا أستاذ نايلة البلوشية، وأحيي الإخوة القائمين على هذا البرنامج الشيق الحقيقة، وأحيي كل من يستمعنا عبر الهواء، وأتمنى إن شاء الله أن أكون ضيفا خفيفا يعني وليس ثقيلا، وأتمنى أن نكون عن حسن ظنكم بإذن الله إن شاء الله. اليوم محطات مختلفة رح نتناولها في حديث الروح، وفي أشياء أيضا مثيرة في حديث الروح، وهي استقالتك من نادي أهلي، من رئاسة نادي أهلي إسداب. رح ندخل في تفاصيل هذا الموضوع يمكن لأول مرة على الراديو أو على الإذاعة. صحيح. تتحدث في هذا الموضوع. أكيد. نعم. طبعا تحدثت مع الصحافة أو مع الصحف، لكن إن شاء الله اليوم رح نتكلم أيضا، رح تتكلم مع في الإذاعة عن هذا الموضوع. ويا أيمن السماعة ترمسوت لي يعني صداع شوية.
حديثي مع أيمن عن السماعة. أهلا بكم جميعا أيها الأحبة أينما كنتم على 90-45-6 نستقبل رسائلكم النصية 90-45-6. نبدأ معك أستاذ سيف. في البداية خلنا نبدأ من حارة الطويان أو حلة الراوية. نعم حاليا نعم. اللي ولدت فيها وعشت فيها في ولازلت. الستينات ولازلت مستمرين مستمر في هذه نعم. الحارة نعم. حبا فيها. طبعا كيف كانت حارة الطويان كحارة من حارات مسقط؟ ومسقط يعني هي العاصمة طبعا طبيعة الحال. كيف كانت العاصمة في الستينات وبين العاصمة في الستينات وبين العاصمة اليوم أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حقيقة أنا يعني أحد أبناء مدينة مسقط، وكما أسلفتي بالفعل أنا من المقيم يعني ولدت في مسقط ولا زلت مستمر في مسقط أنا وأسرتي وأخي كذلك اللي هو شيخ المنطقة في نفس المنطقة. مسقط كما تعرفي كانت تحتوي الجميع. مسقط كانت هي لجميع الناس بما فيها السادة أصحاب السمو والحكومة وكل يعني بطبيعة الحال الكل. وكانت مسقط هي يعني تمثل للجميع كأنها بيت واحد وليس بيوت متفرقة رغم تلك الظروف السابقة قبل النهضة المباركة. ولكن كانت الناس بينهم علاقة حميمة، تواصل في الأفراح والأتراح. كانت البيوت يعني صغيرة في الحجم ولكن قلوب الناس كانت قلوبهم كبيرة. صحيح تلك البيوت عبارة هي عن يعني خيام القليل القلة القليلة اللي كان طبعا لديهم يعني بنين بيوت بالطين أو بالأسمنت أو كذا، لكن الغالبية منهم أغلبية كلهم طبعا بيوتهم بالسعف والخيام. لكن في نظر الناس كانت تلك الخيام أو تلك البيوت مثل لهم قصور لقناعة الناس ورضا بما الله سبحانه وتعالى كتب لهم. حتى النهضة المباركة تغيرت تلك الأمور ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر مولانا صاحب الجلالة ويعطيه الصحة والعافية. احنا في فضل كبير بين في تلك الحقبة وبين والآن. ولكن مسقط كمسقط لا زالت الناس كثير من الناس منا وأنا أحد منهم حقيقة لا زلنا مستمرين ومحافظين على مكانة مسقط تلك البيوت. وحقيقة أنا كنت خلال يعني تواجدي في مجلس الشورى كنت طالبت عدة مرات المسؤولين أن يجب أن محافظة على مسقط كما هي أو مع لها بعض التحسينات أو البيوت يعني ترميمها أو كذا تأهيلها للمحافظة. لماذا؟ شكلها القديم يعني. شكلها القديم لأن كل الدول تروح أي مكان في العالم تجد أن يقولك هذه المدينة أو العاصمة أو المدينة كذا، يعني تعطي طابع للزائر. لأن الزائر اليوم وكل شلين البيوت كلها وبقت بعض المؤسسات، في الناس يقول وين مسقط؟ لأن في ناس عندهم جاي مصورين وزائرين مسقط وكذا وراح نتكلم عن الإرسالية الآخرة. فبطبيعة الحال دائما نقول هكذا ولله الحمد. يعني بدأت فينا نعم إصلاحات، بدأت هناك إزالة بعض البيوت وكذا والشوارع والإنارة والحمد لله، والأمور للأحسن من عما كان بكثير بطبيعة الحال. طبعا مسقط هي نتكلم عن تاريخ عن حضارة، مسقط قصر العلم، مسقط الجلالي والميراني، مسقط وزارة المالية، مسقط يعني مسقط المتحف الفرنسي، متحف بيت جريزة، يعني انت ايش تتكلمي عن مسقط؟ فمسقط هي كل شيء. مسقط كانت طبعا في السابق كانت تحتوي على سوق ثلاث اسواق، سوق داخلي اللي هو داخل السور، وسوق خارجي بالإضافة الى سوق السمك، سوق الأسماك. طبعا احنا يعني قريبين كما تعرفي من قرية سداب وقنتب والبستان، فطبعا كان سوق مسقط الأسماك يعني يسخر بالأسماك. إنزين فطبعا ما كان في وسيلة نقل في ذاك، كان يجيبوا تكرموا يعني كبر سامعين عن طريق الحمير أو عن طريق الناس على ظهورهم وهكذا.
فأنا أتذكر حقيقة أنا يعني بهذا السن الكبير، لكن أتذكر كنت صغير، أتذكر أنه كان السوق أروح صغير صغار نروح مع والدنا الله يرحمه ونسوق السمك وكذا، وأتذكر أن السوق الخارجي كانوا كله مواطنين ما عدا كان يعني أتذكر أول مصور عندنا في مسقط، المصور الوحيد في عمان تقريبا يمكن، اللي هو مصور كريسنت معناه طبعا أعتقد الهلال بمعنى بالعربي كريسنت، مصور هندي هو المصور الوحيد، بإضافة إلى المقهى اللي كان لنكهة يعني مقهى نوبة هندي مقهى نارديت نارديت أيوة، هذا المقهى كان موجود داخل والناس تتجمع فيه وتشرب بطبيعة الحال قهوة والزليبيا وبعض الحلويات وكذا إلى آخره. طبعا لا ننسى أنه في مسقط كان المين الوحيد اللي هو سموه طبعا خور بمبة وبندر دناقي، يعني ما كان في المين اللي عارفه الان احنا في مطرح، ما كان كله هناك، السفن تجي من ايران ولا من الهند ولا عن طريق يعني من مسقط الى صور الى هين، كانت تجي الاخشاب هناك خوربنبا اللي هو الان مقابل لقصر العالم، وكان السفاره الامريكيه طبعا في مسقط، السفارات الموجوده كانت السفاره الامريكيه، السفاره البريطانيه، السفاره الفرنسيه، السفاره الايرانيه، يعني حتى السفارة الفرنسية ظلت إلى فترة طويلة. أنا أتذكر كنت رايح عشان تأشيرة عن طريق تعرفي اللي يروح المغرب لازم نأخذ تأشيرة ترانزيت شارل دي غول إلى أورلي، فلازم تدخل أراضيهم وبالتالي لازم تعمل فيزا فرنسية. فأذكر عملنا الفيزا وكنا كانت هي السفارة في التكية، حلة التكية، وحقيقة أنا أحيي أهل التكية اللي هم جيراننا لحلة الراوية الطويان. نرجع لماذا سميت الطويان بهذا الاسم، نعم. لماذا سميت الطويان ولماذا طبعا غيروها إلى الراوية؟ الطويان جاءت تثبيتا نظرا لكثرة الأبار اللي فيها، لأن كانت الاعتماد الوحيد يعتمد للشرب أو الاستخدامات الأخرى للجهات الحكومية الرسمية كان في ذلك الوقت وللمواطنين، وفي آبار للناس يعني كان في مواطنين وحدهم ينزفوا، وكانت كذلك مزارع يعني فيها الطماطم وفيها كل الخضار وإلى آخره. فغيرت أخيرا تقسيم الإداري، وأنا طبعا لي الشرف كنت في تغيير بعض المسميات الحارة، كنت معاهم في اللجنة وغيرها إلى الراوية، وهي طبعا مصدرنا بعيد، الراوية نسبة إلى الطاوي، الراوية اللي تابعة للحكومة ولا زالت هذه الطاوي موجودة، وحولت الآن إلى مشتل تابع للديوان البلاط السلطاني لا زال، وهذا قريبا بيتي الحقيقة. يعني الراوية كانت أحد الأماكن أيضا، نعم، الطاوي لا زالت طوي موجودة أيضاً. الآن يعني فيها تقولي بحر من الماء عذب يعني والمياه هناك كلها عذب، وكانت طبعا هذه تابعة للحكومة، والمشرف عليها مباشرة صاحب السمو الله يرحمهم صاحب السمو سيدنا السيد شهاب وصاحب السمو السيد ثويني، يعني هم المباشرين لكذاك، يعني كان حتى يجي بوحده يجي يراقب هذا، لأن كان عاملين ساقية وبالزيقرة فأحيانا ينقطع الماء فيجيب بوحده ويشرف عليها ويتأكد وكذا إلى آخره. نعم. الله يرحمهم رحمة الواسعة جميع المسلمين. فطبعا هذه بعدين استبدلوا الساقية، كانت تمر يعني الساقية من الطاوي إلى داخل تروح إلى داخل، فغيروها إلى 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 أنابيب حتى النهضة المباركة تم طبعا إلى ذلك، يعني ظلت الآبار وطالبنا بتغطيتها الحفاظ عليها. طبعا كان هناك بوجهة نظر أن تردم من قبل البلدية، فقلنا لهم لا، هذه مخزون مائي يجب المحافظة عليه، لأن بالفعل احنا رجعنا عليه في جونو انقطع علينا في مسقط أكثر من 15 يوم. فاضطرنا كأهالي أن نحن نستفيد من هذه الآبار، من هذه الآبار وجبنا الموجودة. نعم، جبنا موتورات بحدنا يعني بحدنا يعني باعتماد ذاتي، فبعض البيوت أغلبها في مسقط عندهم آبار استخدموها. نعم. وقلنا حتى الماء ينسخنه لأن ما في فلتر ذاك الوقت، عفي الأزمة كانت أيوة. فكم هذه الآبار بالفعل وصلناها برسالة إلى مكتب السيد مكتب النائب الوالي وإلى البلدية مسقط، إن هذه الآبار يجب المحافظة عليها، بل يجب أن تعطى بين فترة بعض الأدوية معالجتها، لأن هذه آبار أولا تعرفي كم عمقها، الناس اشتغلوا فيها وناس تعبوا فيها، وبالتالي احنا لا يمكن نهدم ذلك العمل. إرث يعني تعتبر هذه الآبار ثروة، إرث هذه ثروة بالضبط، إرث وثروة مائية وثروة. لأنها عذب لأن أي وقت، هذه ناحية بالفعل. كذلك نذكر عن مسقط اللي عندنا مستشفى طومس، اللي طبعا ذا طومس في مطرح، لكن أتكلم عن مسقط خاتون نعيمة، هذا المستشفى مرجعي
طبعا اللي سموه هي طبعا خاتون النعيمة هي حليمة أصلا، يقال عنها جاية من الكويت وسموها الناس خاتون النعيمة. طبعا هي أمريكية وطابع تابع للإرسالية الأمريكية، تابع للإرسالية الأمريكية. هي لها اسم يعني بس أنا ما قادرة أذكر، لكن معروف العلمانيين مستشفى خاتون النعيمة. نعم موجود في، يقول هذه الإرسالية طبعا بدت في الكويت والبحرين وطبعا إلى في عمان. طبعا هذه الإرسالية كانت يستفيدوا منها المواطنين يتعلموا اللغة الإنجليزية، ويتعلموا كثير من تعلموا من هذه الإرسالية كان تعلم، بالإضافة إلى المستشفى. طبعا كان مستشفى هو ولادة وكل شيء كان مستشفى. أنا حقيقة كنت ما أتمناه، أنا كسيف رحبي أقول كنت ما أتمنى يعني إن كان مستشفى، هذا المستشفى العريق الرحمة اللي هو خاتون النعيمة حسب المسمى، ومستشفى طوماس اللي في مطرح كان مفترض انه يحافظ عليه كتراث، كمتحف، متحف متحف ويبقى، لانه جدرانه لا يمكن أن حتى لو 200 عام ما يتاثر فيه. فمع الاسف الشديد طبعا هذا لم يتحقق، كان هذه امنيه كشخصي انا وكمواطنين، لانه يجب ان نحافظ عليه، لكن هذا لم يبقى وازيل واستبدل بمركز صحي بسيط ومطرح الى بنايه باعوا الارض. حقيقه كان هذا يعني شيء ما كنا نتوقع هذا الشيء. طب طبيعه الحال نحن المسؤولين ادرى طب احنا ما ندري ماذا يفكرون، احنا مجرد نعطي راي، لكن لهم هم الحق من يقرروا. يمكن ما كان مطروح نعم بطبيعه الحال المحافظه عليهم صحيح. يعني كمتاحف او ما الى ذلك. فكذلك نحن في قلعه الراوية ما يميزها بالقلعه الراويه، في قلعه كبيره هي مش على الجبل وإنما على الأرض، ولا زالت هذه القلعة في مدخل الحارة، قلعة كبيرة جدا. يقال أنها الوالي الذي كان في ذاك الوقت يوم كان البرتغاليين جايين عمل هذه القلعة لحماية لمنع البرتغاليين من يأخذون الماء من هناك من الطريان. نعم لكن لا يحضرنا اسم الوالي بالضبط، لكن يقال إن كان الوالي قال بنيوا هذه القلعة العملاقة، بالفعل عملاقة ولا زالت لأنها صامدة لحد اليوم لحماية هذه الآبار عشان ما يعطوهم مياه. نعم يعني فمسقط طبعا ماذا نقول عنها، يعني مسقط هي الكل حقيقة. طبعا الأسواق ما بقت لتجميل مسقط، لأن لا ننسى أن هناك قصر مولانا صاحب الجلالة وضيوفه، وكذلك إحنا الآن سموها مسقط، هي ما بين القصرين، قصر القصر العلم وقصر البستان، وبالتالي لابد أن يكون هناك من تجميل ويعني يليق بالضيوف والزائرين. وبالفعل ولله الحمد والمنة يعني أصبح الشارع يعني جميل بالأشجار وكذا، وحتى الناس بدأت تمشي وهكذا ولله الحمد. والحلل طبعا أصبحت منورة بها الإنارة والخدمات وصلت. هذا ما أقدر أقول لش عن يعني عن مسقط يعني، بينما كان طبعا في السابق يعني مثلا أعطيك مثال على المحلات قليلة جدا، يعني محل مثلا أبوي الله يرحمه هو شيخ الحارة، المحل الوحيد كان يعطي الناس بالدين، يعطي الناس بالسلفة. إيش في الدكان؟ كان عبارة عن إيش، شوية رز وشوية تمر وشوية حطب وشوية بعض البقوليات البسيطة، والناس تعتمد بكله بالدين والسلف ولله الحمد. ومرت فترة سنوات ونحن كنا طبعا بطبيعة الحال يعني نتعلم منهم كيف يشتغلوا، نروح المدرسة نتعلم قرآن. أما دخولي للمدرسة السعيدية، وما أدراك مدرسة السعيدية، طبعا هي من علمت الجميع وهي يعني تاج على رأسنا، يعني المدرسة السعيدية يعني هي الجميع، يعني أنا نفتخر كل من درس في هذه المدرسة، مدرسة الأم هي أساس حقيقة المدرسة. كانت أنا أول شيء أعتز إنه هذه المدرسة إني كنت في الفترة هذيك إن زارنا مولانا صاحب الجلالة حفظه الله. دخلت متى المدرسة السعيدية؟ والله دخلت أنا كنت كم مرة أروح يودوني المدرسة ويقولوا ماشي مكان، أبوي وصلني وماشي مكان. ماشي مكان خلاص نو ويك ما يقولوا، نرجع البيت أرجع أدرس قرآن أروح أساعد أبوي. نعم. ما في مجال. فحتى 1970 رحنا وصلنا أبوي قالوا يلا فرصة ترى الآن يمكن لعن قيام النهضة وكذا. إذن بالفعل رحت قابلني المدير المدرسة قال لي عمل لي اختبار كذا وأنا واقف قول كذا قول كذا اقرأ كذا قول كذا كذا إلى مدرسة. طبعا أنا حافظي القرآن ذيك الأيام نتعلم كل يوم نروح ندرس قرآن. قال لي خلاص أنت مقبول ادخل.
دخلنا في إذن دخلنا فيه وكان سني ذكر 11 سنة. نعم 11 سنة. إذن دخلت المدرسة في عمر 11 سنة. هي نعم هذا حتى الشهادة موجودات يا زال الشهادة محتفظ بيهم كلهم. شهادة المدرسة السعيدية. هي هي من أول شهادة. نعم. كل محتفظ بيهم يعني تراث خلينا حاطينهم يعني. فدخلت المدرسة السعيدية وحقيقة أنا أعتز في المدرسة السعيدية يعني في خلال وجودنا معنا وزملائي يعني يمكن يسمعونا اليوم. كنا كل الاحترام والتقدير متواصلين عاملين جروبات وكذا منهم المهندس منهم الدكتور منهم في الشرطة وإلى آخره جمعكم الواتساب يعني نعم جمعنا الواتساب حقيقة هذه وسيلة جدا ممتازة إذا استخدمت وإذا يعني لا اللي أنا صراحة أريد أتكلم في هذه النقطة بس سامحيني الواتساب يجب أنه لا يكون مضيع للوقت يجب أن لا يأخذ من وقتنا في العمل يجب أن لا يأخذ وقتنا من الصلاة من تأدية الواجبات واجبات ربنا وفي بيتك عند أولادك أعطي وقت لنفسك أعطي نفس لوقتك هو مطلوب أن هذا التواصل وليس هدر كل الوقت فمع الأسف شديد استخدموا استخدام سيء بعض الناس فهذه وحتى في السيارة فأرجو ذي أنه تركب سيارتك يا أخي انساه حتى توصل ثم استخدمه لأنك لا تحب لا أول شيء لا تعمل حادث لا قدر الله لأنه معقول أنت تقرأ أو تكتب وأنت تسوق إذا صحيح. أنت معرض نفسك بغض النظر عن الغرامة أو من يخالفك أنت وغض القانون إني خالفك أنت أول شيء يعني حياتك يعني هذه فبالتالي هذه نصيحة عبر الهواء أنه امتنعوا عن استخدام الهاتف كليا مو بس واتساب الهاتف خلوه كلوز ما خلاص ما في ودعه حتى توصل مكتبك وإذا ضروري صح يا أخي صفت سيارتك على اليمين اعمل سيجنال ابتعد عن الشارع وتكلم على راحتك خلاص هذه أمل لك وأسلم لك لأن سبحان الله إذا الواتساب هو اللي جمع أصدقاء الآن نعم سعيدية. لأن تعرفي كنا في مسقط لكن بعد النهضة المباركة وصارت القرى يعني المدن الجديدة والناس اللي راح المعبيلة واللي راح السيم والخوض والأنصب وإلى آخره توسعوا الناس صار اتصالنا قليل صار لقاءنا قليل يعني خاصة افترقنا بعد الدراسة وبعد الجامعة ما لقينا بعض فهذه الوسيلة الواتساب حقيقة هذا يشكر اللي سوى الواتساب هذه الخدمة كيف ما كان يعني صار في اتصال فيه على الأقل نلتقي يعني نحدد يوم نقول نلقى اليوم انت محصل ترقي إذن عليك العشاء بالغصب يعني عليك يعني ما حسيت بعد هذه السنوات الطويلة من نعم. يعني افتراقكم كأصدقاء وبعثرتكم مش افتراق البعثرة لما جمعكم هذه الوسيلة جمعتوا فيه هل بقت الأرواح هي ولا والله بقت بالعكس فرحنا يعني نتفاجئ بعض الشباب قال والله أنا واصل الدكتور اللي قال لك أنا كذا طيب وين أنت كنت يا أخي ما نشوفك إلا في سنين في العزاء ولا في ملكة عقد قرانة وكذا فبالفعل الوسيلة صارت يعني وسيلة مهمة جدا يعني أول شيء صباح الخير على الأقل أحد يقول صباح الخير أو كل جمعة إذا كان ما عنده وقت أو نلتقي والله اليوم أنت محصل ترقية عليك عشاء أوكي إذن هذا شيء طيب أو هكذا حتى أصبحت اللقاء بسيط إن في لقاءات يعني لقاءات تحدث فالسعيدية جمعتنا بنص يعني كان يعني أنا أتذكر إن مولانا زارنا مرتين لم مش زارنا بس زارنا وفي نفس الوقت مولانا حفظه الله وأبقاه يعني مهرجانين أو ثلاثة تقريبا ما بيت ما عفوا ذكر 73 74 كانوا قيم مهرجان هناك مهرجان الوطني طلابية عيد وطني هناك نعم كان فهذه نحن حقيقة كنا مشاركين في المهرجان يعني كطلبة وشفتوا صاحب الجلالة وشفت صاحب الجلالة وكذا نعم رعاية الحفل بالضبط يعني هذا وحي طبعا حقيقة من خلال البرنامج أستاذنا ومديرنا توفيق عزيز الله يعطيه الصحة والعافية أستاذنا أحمد دراز ورمزي مصطفى وجمع الوهيبي ونعم لا أنسى السيد حارب بن حمد بوسعيدي أستاذنا كذلك عبد الله بسيف الكندي هذولا بعض المدرسين اللي درسونا أو حد منهم سمعنا عنهم يعني حد ما لحقنا عليهم يعني كان قابل نعم بطبيعة الحال كنت في المدرسة أنا قائد كشافة كنت يعني كشاف ثم قائد كشافة وطبعا الملفت للنظر أنه حتى واحد مقدم في البحرية زميل الآن عن طريق الواتساب جمعنا الواتساب تقاعد من البحرية وحيي الأخ مبارك يعني يقول لي يا أخي أنت قائد فذ أنت معقول الوحيد اللي كنت اللي رفضت إن ما في مدرس لازم أنت وحدك القائد وفي الفعل كنا الوحيدين في السعودية ما في مدرس يعني علينا يقود الكشافة إلا طالب وأنا طالب في ذاك الوقت فبالله الحمد عملنا رحلات الكشافة يعني كان نشاط الكشف نعم. منظم في هذاك الوقت يعني منظم جدا
أكثر من ما أتو أشوفه وحدي. منظم أكثر يعني نقوم في أهداف خدمية واجتماع وفاعل. في أهداف بعدين نحافظ على المدرسة، نحافظ على نظافة المدرسة، في الطابور خارج الطابور نشوف الطلاب اللي متأخرين اللي ما متأخرين، ضبط الأمور الطلبة إلى يعني كثير كثير أمور توعوية، نوعي الناس إلى آخر. كان الكشاف أكثر، كان في حب، في كذا رغبة. يعني الكشاف يعتبرك أنك عسكري، كان في يتفاخروا بها يعني الكشاف خلاص يعني هكذا كشاف وكذا. بالنسبة للبنات يعني المرشدات إلى آخر كانوا يعني في نوع من التنافس. نعم. في كان نوع من التنافس. وما أعطتك الكشاف رغبة بالانخراط مثلا بعمل عسكري مثلا؟ بالضبط. فأنا كنت أنا اخترت حق كنت مرشح رايح خلاص يعني أوردي رايح يعني مرشح ضابط. وتم اختاروني. أتذكر كان جاء واحد إنجليزي وواحد اثنين ضباط عمانيين واحد ضابط إنجليزي، وجينا المدرسة مخلص ثالث إعدادي امتحانات نخلص يعني. فقالوا من اللي شاطر وكذا نقونا، قالوا أنت واحد فيهم، وعطوني الورقة قال انت خلاص تعال عشان التدريب وتاخذ العدة بتاع مالك. ابوي الله يرحمه قال لي لا ما تروح تكمل دراستك. نعم. يا ود خليني اروح انا حاب العسكرية. قال لي لا ما تروح، اذا تروح انت انا ازعل عليك. طبعا نسال رضا الوالدين. نعم. زملائي واصلوا، زميلي بعض الزملاء محمد عبد الله الرحبي نحيي حقيقة عميد ركن، وصلوا زملائي يعني. انا تراجعنا، احنا مجموعة ما رحنا، ما اللي ما خلنا ابونا قال ما تروح والدينا، خضعنا هذا لهذا الامر وخلاص. فواصلنا الدراسه ما كمل، لان خذونا من كنا من الاعدادي، هي من الاعدادي كانوا يدق كليامات يريدوا شباب عشان ضباط مرشحين، ومن الكشافه ينتقونهم من ينتقون الكشافه بالضبط هكذا. نعم. فطبعا رجعنا هالموضوع. نعم. راح نكمل معك استاذ سيف الرحبي على 90 45 6، نستقبل رسائلكم النصيه 90 45 6. وضيفنا اليوم هو الاستاذ سيف بن مبارك الرحبي، نائب رئيس اتحاد الهوكي وأيضا رئيس السابق، نقول السابق إيه سابق خلاص نادي أهلي إسداب السابق. ورح ندخل في تفاصيل استقالته وصف تفاصيل يعني زعل على نادي أهلي إسداب. لا إن شاء الله في بينا زعل، بس نذكرها إن شاء الله الأسباب إن شاء الله. إذن على 90 45 6، وأخوي عدنان درجال المجيني إن شاء الله راح نجاوب على سؤالك لأنه يسأل عن الاستقالة. زين جميل. وإذن إذا أيضا عن الدمج وفك الدمج بين نادي إسداب والأهلي، بس إن شاء الله في ثنايا الحلقة راح نجاوب بإذن على الله. هذه الأسئلة حاضرين حاضرين إن شاء الله. ناخذ فاصل أيمن ونعود إلى حديث الروح. تطويها يا ذو الماضي بقعد ذكرى لنا فيها وكاس فاضي ليالي الحب تطويها يا ذو الماضي فرحنا الوادي وغاب النور والأنغام هلا من فرحنا الوادي وغاب النور والأنغام فلا طير المناشدي فلا طير المناشدي ولا زهر الهوى بس زمان 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 كانت لنا أيام زمان كانت لنا أيام الحب يرمينا يرمينا زمان زمان على أحضان أمانينا أمانينا زمان 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 الحب يرمينا يرمينا زمان زمان على أحضان أمانينا أمانينا زمان هي به
كانت لنا أيام آه زمن كانت لنا أيام هلال الحب تطويها يا دو الماضي بسام زمان 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 كانت لنا أيام زمان كانت لنا أيام أهلا بكم أيها الأحبة من جديد في حديث الروح. وحديث الروح اليوم شخصيتنا شخصية رياضية مثيرة شوي للجدل، بس بعدنا ما دخلنا في الجدل أستاذ سيف، بعدنا مع الذكريات الجميلة. نعم. مستعدين لك ولا الإخوة المستمعين المتابعين معنا إن شاء الله على 90-45-6. وضيفنا مثل ما عرفتوا أو استمعتوا هو الأستاذ سيف بن مبارك الرحبي، نائب رئيس اتحاد الهوكي ورئيس نادي أهلي سداب، الرئيس السابق لنادي أهلي سداب. وحديثنا عن ذكرياته قبل النهضة وبعد النهضة ومحطة الحياة مع من السبعينات إلى الآن، أين أخذته الحياة وإلى أين إن شاء الله نحو الأفضل ونحو الأجمل إن شاء الله أيضا تأخذه الحياة، خدمة عمان إن شاء الله إن شاء الله يا رب. إذن 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية، 90-45-6. أستاذ سيف، وأنت طفل في المدرسة السعيدية شاركت كأي طلاب من الطلاب في جنازة جمال عبد الناصر، إنه هنا أقيم يعني في السلطنة، يعني خبر وفاته يعني أثار الناس وخرجوا المشاركة رمزية كذا. صحيح، نحن كنا في ذاك الفترة كنا صغار، ولكن نسمع من آبائنا والناس وكذا إنه الزعيم العربي جمال عبد الناصر هذا الأسطورة. نعم. يعني كل كان يعشق جمال عبد الناصر، يعشق مصر، مصر أم كلثوم ومصر عبد الحليم، يعني الكل كان يعرف. نعم. من هذا الزعيم العربي. طبعا عن وفاته احنا خرجونا من المدرسة وعملنا مثل المسيرة، يعني من المدرسة حتى إلى قرية سداب اللي هي ما تبعد عن فصلنا بينهم قبل. حقيقة كان مشهد جميل جدا، يعني ناس متأثرة، صار الناس تأثروا بوفاته، فوجئ، يعني كان الناس تعشق جمال عبد الناصر هذا الزعيم العربي الكبير، يعني كبير على الأمة العربية طبعا. يعني في ذلك الوقت ولا زال اليوم الناس لا زال تعشق ذلك الرجل الزعيم العربي حقيقة، يعني اللي تحترمه حتى بعد وفاته، شوف سنواته ولكن لازم تعشق هذا الرجل بعمله يعني نضاله ويعني سمعته الطيبة. فكنا خرجنا حقيقة، نحن ما كنا عارفين فيما بعد، عرفنا شو معلقين صور وش عاملين لافتات إنه متوفي الرئيس المصري حقيقة. هذا كان في الذاكرة أتذكرها. شيء آخر كان اللي كان كنا صغار في السبعينات، يعني ما كنا في المدرسة، قالوا يعني اليوم يعني السلطان صاحب الجلالة السلطان قابوس هو يحكم عمان.
طلعنا كمان مقاني ما عارفين ايش نشوف الكل, كل واحد يركض في الحواير. يعني حتى اتذكر جبنا حاره حله الزدقال اللي الان سموها الزعفراني حسب التقسيم الاداري الجديد, تسميه جديده. يعني رحنا نضرب البيوت وكذا كمال مجانين, يعني حتى ناس استهجنونا ايش عندهم هذولا. فقلنا احنا ندق عليهم يعني كمثل تقول يصحوا او شيء كنا كذا, في يصحوا يا نايم هكذا. نعم. كان في شعور لا يعني فرحه عارمه ايوه. يعني كذا خرجوا ان في جاي صاحب الجلاله وراح يجي في المطار بيت الفلق الى اخره, وكان فرحه بالفعل. هذه نفس الشيء عالقه في ذهني, اتذكر كنا خرجنا كذا كمال مجانين هكذا بدون لا شعور إني في جاي السلطة صاحب الجلالة هو حاكم عمان وكذا, وبدت الإذاعة وهك إلى آخره. اللي عند المذياع هذا المذياع يفتح, واللي ما عنده يروح عند جاره يسمع مو إيش اللي حاصل وهكذا. كحقيقة هذا من يعني من الأشياء الجميلة جدا. كذلك حقيقة كان أتذكر إنه كان جابوا أبو بكر سالم وعملونا لافتة كبيرة في أنا قريب الحارة. نعم. يعني قريب الأمانة مجلس الوزراء وقريب مدرسة الزهرة, لا يعني شاشة كبيرة ضخمة عملاقة, والكل كان يعني يستانس يشوف وعملوا مسرح احتفال بالنهضة, احتفال بالنهضة يعني وكذا. هي نعم هذه من بعض الأمور الحقيقة لا زالت يعني إنسان يتذكرها. نعم, نعم. تفضلي. عالقة يعني في ايه بضبط طبيعة في الحال يعني شيء جميل شيء جميل يعني. نعم. حضور صاحب الجلالة ومجيء صاحب الجلالة وفرحة الناس طبيعة الحال بتولي حضرة صاحب الجلالة. نعم. الحكم في نعم. السلطنة. إذا 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية 90-45-6, وضيفنا هو الأستاذ سيف بن مبارك الرحبي. أستاذ سيف, حب الرياضة في داخلك وهذا الهوس بالرياضة إلى أي درجة أيضا دراستك في المدرسة السعيدية تتحمل مسؤولية هذا العشق للرياضة؟ والله احنا الرياضة يعني بدينا في حتى في المدرسة. أنا بديت في المدرسة كنت أحبها وأكون حارس رغم ما من شطارتي حارس, يعني كنت أكون دائما أحب حارس ألعب. يعني في المدرسة في زمان المدرسة يعني الطلبة حريصين على حصة الرياضة, يعني كان فيها الجري وفيها كرة الطائرة كرة القدم وهكذا. يعني كان حصة الرياضة وكان في أخصائيين في الفعل رياضيين موجودين, يعني علموك أساسيات اللعبة كطالب, مش أقول يعني شخص يعني تعديت المرحلة. نعم. كلاعب محترف أو لاعب كذا إلى آخره, لكن كطالب كان يتلقى منهم هؤلاء المدرسين يعني الطريقة الصحيحة حتى في تناول الكرة, حتى في كيف تتعامل مع زميلك كيف إلى آخره. نعم. يعني رغم الإمكانيات في بداية النهضة المباركة يعني, ولكن كان هذا العشق استمر معي. ومن بعد بطبيعة الحال لكوني أنا في ولاية مسقط, والنادي اللي هو قريب في ولايتنا هو نادي سداب قبل الدمج. نادي سداب, فالتحقت بنادي أهل سداب. كيف نادي سداب في ذلك الوقت؟ نادي سداب ما في شيء يعني. كان إيش ملعب في السبعينات هذا الكلام وبداية الثمانينات هو قبل السبعينات. أسسوه الأهالي بجهود ذاتية. كان هو على الشارع ثم استبدل يعني الشارع رصف الشارع هذا اللي يربط ما بين قصر العلم وما بين قصر البستان. يعني نقطة من نقلة إلى الداخل اللي يسموها الآن حلة النادي. وفيها جامع النادي جامع حلة النادي, فتم نقلة إلى هناك فاستبدل وعطوا يعني أرض كبيرة لا بأس بها, ولكن ظلت هذه الفترة طويلة حتى النهضة المباركة يعني تم يعني حتى نقدر نقول إنه فعلا نادي يعني يستطيع أن يلبي بعض الطلبات أو يعني رغبات الشباب خلينا نقول كملعب أو كذا. لكن الآن ولله الحمد يعني حتى ما يعني بعد الدمج أو قبل الدمج طبعا كانت إمكانيات بسيطة جدا, كانت بجهود ذاتية من الأهالي أنفسهم سواء تبرعات يقوم يعني تبرعوا للفريق فريق القدم. طبعا أهل سداب نادي سداب كان يسمى الفيتنام. ليش؟ لقبوا فيتنام يعني لجماهير قوة جماهيره وقوة صلابته ولاعبينه يسموه فيتنام. يعني كان يعني من الأندية العريقة القوية في لعبة القدم. زين, ثم طبعا الهوكي ثم اليد ثم السلة إلى آخر. لكن من أشهر اللاعبين اللي كانوا
طبعا المرحوم أنا لا يحضرني كل اللاعبين، لكن من أشهر اللاعبين بطبيعة الحال هو المرحوم رحمة الله عليه غلام خميس، يعني اللاعبين الأبعد الدمي. اللاعبين كثيرين يعني عبد الله، يعني والله لا يحضرني كثير من اللاعبين ما حضرت، لكن غلام خميس هو طبعا المرحوم، غلام خميس الأشهر يعني أشهر بطبيعة الحال، كان من اللاعبين في المنتخب ما شاء الله عليه، كان الله يرحمه، كان من اللاعبين المميزين. أكيد نعم. نعم، واللي وكثيرين حقيقة اللي أدوا في ذلك الوقت. وطبعا بعد الدمج أنا طب كنت في قبل الدمج كنت سكرتير النادي، يسموه سكرتير النادي، كان بالآلة الكاتبة العادية، يعني كما يقولوا اعتمد على نفسك، ما في لا كمبيوتر ولا في شيء، تطبع بنفسك أو تكتب رسائل بنفسك، تعد رسائل مخاطبات إلى آخره، تجتهد بنفسك. ومرت ولله الحمد فترة طويلة قبل الدمج. من اللي كان يمول النادي ويمد كذا بال؟ ما في إلا الأهالي أنفسهم، ما في يعني كما تقولي دعم مباشر. فيما بعد الحكومة مولانا صاحب الجلالة اللي مثلا في وزارة الشؤون الرياضية الآن اسمي، يعني صار هناك دعم ثابت سنوي. زين، الآن طبعا راح نتكلم عن الدعم، طبعا تغير ما بعد الدمج وتغير الآن في قبل سنتين صار الدعم ما شاء الله ولله الحمد، وأصبح هناك إيرادات من بعض المحلات وبعض المباني للنادي. فاستمر طبعا فترة حتى جاءت توجيهات من الحكومة أعطوا يعني شجعوا الأندية، ليس إلزامي وإنما اختياري، ترغيب لمن يرغب أن يندمج ناديين بعض وقريبين من بعض فليندمج، لهم هذه الامتيازات، أرض، مبلغ، إلى آخره. طبعا الإخوان، وأنا طبعا كنت ذلك الوقت لست رئيس في النادي وإنما كنت شاهد على ذلك العقد، كنت كشاهد، طلبني رئيس الهيئة للشؤون الرياضية ذلك الوقت معالي مرهون المعمري محمد مرهون. نعم الشيخ محمد، الشيخ محمد مرهون. نعم أنا حضرنا للتوقيع. الدمج جاء طبعا على توافق بين الناديين الأهلي وسداب نظرا للقرب لولايتين مطرح ومسقط. فاندمج الأهلي طبعا، نادي الأهلي طبعا كذلك نادي عريق، نادي بطولات يعني يضرب ما شاء الله بين الأندية ومن الأندية القديمة جدا. فاندمجوا مقابل أن الحكومة تقدم مبلغ معين وأرض إلى آخره وترفع الدعم كذلك. وبالحقيقة كان هذا حافز كبير، لأن من خلال الدعم استطعنا أن نعمل ملعب هوكي، استطعنا نبني بناية، اشترينا بناية إلى آخره، صار هناك في دخل ثابت من إضافة إلى الدعم الحكومي المستمر للأندية. زين، اللي يقول بأن الدعم أضر بالأهلي، والله هذه وجهة مثلاً. نظر، وأنا أقدر وجهة نظر من خاصة جمهور الأهلي اللي خسر الأهلي ككيان أو يعني كاسم. نعم، شوفي إذا جيت نقرح الاسم نحن نرجع للخلف، كلا الناديين نادي الأهلي ونادي سداب، كلا الناديين أندية عريقة في السلطنة لا خلاف في ذلك، وبالتالي ما في شيء ضرر. حتى في الاسم أخذوا سداب وأخذوا الأهلي، وحتى في اللون خذوا اللون من هنا وخذوا اللون كيف اخترتوا شعار النادي أهلي؟ طبعا صارت مفاوضات، طبعا في كانت هناك ردود أفعال إن نحن ما نوافق نندمج هاللون مع كذا. أنا ما كنت معهم حقيقة، أنا كنت في النهاية على كشاهد على هذا الدمج، ثم صرت رئيس النادي. في بداية الفترة اللي كنت فيها رئاسة النادي طبعا كانت هناك عدم رضا، كان هناك في حتى في مجلس الإدارة كان أنت لازلت تتكلم باسم النادي، أو إذا واحد لابس فانيلة بالغلط ما الأهلي يزعل عضو مجلس الإدارة لكم إزداد وهكذا. ولكن ولله الحمد بالحكمة وبالطريقة الصحيحة حاولنا إيش تتلاشى تلك الأمور شيئا فشيئا وانتهت ولله الحمد، صار في تقارب. فالآن إحنا صار نادي أهل إزداد قلعة رياضية يعني لإنجازات واضحة. إذن في بعد أيضا من يقول بأن نادي أهل سداب أنه في اهتمام باللعب الأخرى لكن على حساب كرة القدم، وأنه يتراجع في كرة القدم. حلو جميل، هذا أنا يوم أتكلم هنا بتكلم على العموم عام، ما بس أتكلم عن نادي أهل سداب. شوفي أنا أعتقد في وجهة نظري المتواضعة أنه من الخطأ جدا أن نقوم فقط نركز على لعبة معينة. بالعكس، أندية كثيرة عندنا في السلطنة مع كل الاحترام والتقدير لها، احترمها واجلها، مركزة على لعبة واحدة في القدم. معقولة أنت تحتكر مواهب الشباب
أو تختزلها في لعبة واحدة. لدينا من يحب الهوكي، لدينا من يحب لعبة الطائرة، اليد، السلة، إلى آخره. إذن أنت هنا هذا هو المطلوب، هذا توجه الحكومة مولانا صاحب الجلالة، تستقطب الشباب وتستقطب الناس لديهم كل المواهب. ولكن أنت إذا قلت والله أنا أستمر وأدفع كل الموازنة وكل ما لدي لكرة القدم عشان أنا إني أنا في القدم فوق هذا وذاك، خليني أقول لك بكل سهولة، مستحيل أي نادي يستطيع أن يحقق بطولة أو كأس ما لم يعني يدفع أو يخسر. وهذا عن زملائي رؤساء الأندية، واسمعوني اليوم عندنا ملتقى وأنا رايح بعد الاستوديو رايح لهم هناك مصرعة. شوفي يعني كل اللي تشوفين واصل في القدم يعني يخسر ما نص مليون. إذا أنت هنا أفقدت كل اللعبات وتركت كل اللعبات وأهضمت حق اللعبات. بينما احنا في نادي اهل الزداب، وكذلك احيي نادي السيب براث سيدي صاحب السمو السيد شاب، ونادي منسقط وبعض الانديه واحترمها يعني واقلها في نادي ظفار، محافظه لعده لعبات. هذا هو المطلوب، المطلوب انك تتنوع وتعمل انك في توازن. نحن عاملين توازن. نعم من يعيب يقول لك والله القدم ما حققت شيء، يعني حتى لو جبنا نص مليون ونصرف على القدم ما راح نجيب كاس ولا صاحب قال ولا راح نجيب دور، لان هناك أندية لديها فقط تصرف على نادي واحد. إذن كيف تقدر تلوم نادي يجيب لك بطولات في السلة ويجيب لك بطولات في اليد ويجيب لك بطولات في الهوكي ويجيب لك بطولات في الطائرة؟ إذن لا يمكن أن تقول أن تلومه، بالعكس هذا هو النادي المفترض أن يعطى يعني تعظيم سلام ويعطى لهذه الإدارة، كان إدارة سيف الرحبي أو إدارة أي إدارة أخرى، أن يقول هذه هي الإدارة المطلوبة. لأنك يا أخي ما يمكن أنت بقلمة قلم شطرة قلم هكذا وتقول والله اليوم أنا ألغي الهوكي. طيب هذا الهوكي الناس اللي هي أغلبهم في المنتخب الوطني، طيب مين مثل المنتخب الوطني بكرة؟ أغلبهم النادي سداب. أغلبهم النادي سداب، الأغلبية نعم هذا شيء كلام صحيح، الأغلبية نعم موجودين. فوق هذا وذاك هذه هواية رغبة، أنت بس تقول لي والله أنا تعمل لي قدم على النادي هذا الكبرى وهذا الدعم من الحكومة والإيرادات وأنت تعمل لي كرة قدم؟ إذن أنت هذا العيب. نعم متى يمكن أن تحافظ على مستواك؟ وبعدين على القدم ترى هذه عملية نزول وصعود. شوفي اليوم أندية مع احترامنا كانت تأخذ البطولات، اليوم وين راحت؟ نزلت واليوم مستواها يعني تجيب أهداف عليها بالأربعة والثلاثة والخمسة. إذن هذا ما مقياس، المقياس ينظر على النادي ماذا يقدم للشباب المنطقة، لأبناء المنطقة ومن الجنسين على فكرة، مو بس أنت تحتكر النادي لجنس واحد، بالعكس في نشاط نسوي لازم يكون. نحن عندنا نشاط نسوي ولله، عندنا لجنة ثقافية وحييهم يعني أستاذة سلوى وغيرهم ما شاء الله عليهم، يعني قايمين بدور كبير، وحتى في جمع التبر تبر صدقات تبرعات إلى آخره، في جون اشتغلنا في غير من خلال النادي، يعني عمل يعني أنا بيتي قلبته إلى 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 إلى, إلى مخزن عشان نوزع استأجر، حتى جبت سيارة بيكاب من وزارة الشؤون الرياضية وحيي معالي علي السنيدي، يعني كنت أقودها بنفسي، يعني أقودها بوحدي أوزع إلى السيفة اللي هنا يعني أوزع في جونو. هذا 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 نشاط اجتماعي، يعني النشاط الرياضي، يعني النادي بيئة خصبة بحاجة إلى أنك في تنوع. لا يمكن تقول والله أنا في القدم، طيب القدم وبعدين كم واحد يلعب كرة القدم؟ معقولة تخسر موازنتك على القدم؟ يعني انت هذه وجهة هذه هذه هذا مفهوم صراحة مع الرياضي، مع احترامي لكل وجهات النظر، ان الرياضة يجب ان هذا المبالغ تصرف في مختلف النشاطات، مختلف النشاطات. وهذا التوجه الوزارة والحكومة مولانا صاحب الجلالة، ان يجب ان تستقطب كافة الشباب لممارسة مختلف هواياتهم. وحسيت فعلا نعم. في مجتمع سداب أو نعم. مجتمع أهل سداب، خلينا نقول مو سداب بس في نعم. مجتمع المحيط بالنادي أو الشريحة اللي يخدمها نعم النادي أو الجماهير، خلينا نقول جماهير أهل سداب فعلا نعم. يعني هو استوعب كل المهتمين بهذه الرياضات. شوفي الآن خلينا نكون صادقين معك، ليس كل الناس الآن تهوى النادي دقيق إلى أسوار النادي. ناس الآن أصبحت هناك عندش تعرف لا تنسي صالات رياضية مختلفة هناك ألعاب في المجمعات، هناك أنشطة أخرى، هناك 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 مقاهي، هناك إلى آخره. ليس كل الناس، ولكن أنا أقولش مع مع مع, مع الأيام القريبة العاجلة بعد المليون المكرمة السامية من مولانا صاحب قال حفظه الله اللي أعطي لكل نادي مليون
للبنية التحتية، هذا مش البنيان عشان إيراد أو إن اللي يصرفون المبالغ لكرة القدم، أو هذا صح مفهوم، لأن كثير بعض المفاهيم بعض الناس أو الجماهير تقول إن هذا المليون لأجل بناء تبني محلات أو شيء أو بناية أو إنه تصرفه في الكرة أو في الأنشطة الرياضية، هذا لا، هذا للبنية التحتية، بمعنى إذا ما عندك ملعب قدم يا أخي سوي ملعب قدم، إذا ما عندك هوكي ما عندك عذر الآن يا أخي سوي نشاط الملعب هوكي، ما عندك قاعة لليد إذا ابني لك قاعة اليد عن الحر وكذا، لأن هذه قاعة ثلاثية تخدم اليد والسلة والطائرة وهكذا. نحن حتى نحن في أهل نادي أهل الزمالك طلبنا في أولويات، نطلب منا ما هي أولوياتكم في هذا المليون، كتبنا للوزارة أولوياتنا أول شيء قاعة ثلاثية مغطاة لأن عن الحر وتكون لليد والسلة والطائرة، وتستغل لأغراض أخرى نأجرها ممكن لأفراح لاجتماعات لأي شيء، وهذا من أولوياتنا تسوير النادي. بكرة إذا النادي في تسور والنادي في مقهى جميل في حوض سباحة في ألعاب بسيطة هذه المساحبة كالكيرم وإلى آخره، بطبيعة الحال سوف يستقطب الناس حتى العوائل بتجيب أولادها أطفالها، لكن إذا كانت الأندية لازم تنقصها كثير من البنية التحتية خدمات لا يمكن يجيها الهاوي للكرة يلعب، وما في اسمه هاوي الآن عشان صح المفهوم، عشان لما يمسك عليه واحد يقول أنت تقول لي هاوي الآن، أي لاعب محترف صغير يعتبر من صغير شبل في الناشئين ياخذ راتب، انتهى الموضوع زمان. الآن الناشئين والشباب والأول في جميع اللعبات يتقاضى راتب ومنه وطبعا ومقدم عقود، هذا يجب ان يفهم الجميع، بزنس يعني اصبحت الرياضه. نعم، مصدر دخل، ما في اسمها هاوي مثل زمان يجيب جوتي بوحده تكرمي يجيب هذا الجوتي او الصباط من قول المغاربه يجيبه بيده والفانيله مشترى بوحده ويجي يلعب ويقاتل، ما باغي شيء، باغي بس كذا ويكتفي بالثلاج العاديه، لا لان يقول لك ما ابغى ماي صحي لا يمكن اروح ما ابغى بوكاري. اذا الطلبات الان كثرت، وبالتالي على مجالس الاداره، مجالس الاداره عليها ايش؟ ان توزع الموازنه توزيع حقيقي عادل بين ذاك. ما يا اخي ما مطلوب منك انت تجيب انت الاول في القدم، ولا مطلوب منك انت على الاقل مطلوب منك ان الانشطه تستمر. نعم، فليتنافس المتنافسون، تنافس اذا كان لك يعني نصيبك وكنت شاطر في هذه اللعبه او تلك، يعني هذا مطلوب، لكن ما مطلوب انت تحتكر ناديك او تختزله في لعبه واحده. يجب هذا 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 المفهوم اللي عندي حقيقة، أنا أعترف بوجهات النظر الأخرى يعني، لكن هذا ما خلال 8 سنوات ترأسي للنادي الفكر اللي اتخذته هو هذا، يعني أعطى كل فريق كل نشاط كل ذي حق حقه، بما فيه النشاط النسوي، النشاط الثقافي، فيه نشاط ثقافي عندنا نسوي ويعني ورجال بمنهم مدرسين وكذا إلى آخره. نعم. فبطبيعة الحال هذا فيه. طيب هناك من يقول أيضا أستاذ راشد بأن سيف. عفوا أستاذ سيف بأن هناك اسمك كذي لا ما راشد أستاذ سيف، أن هناك من يقول بأن الجماهير أيضا جماهير أهلي سداب أن قلت متابعتهم مثلا وعزوفهم. نعم. متابعة النادي في عزوف متابعة صح. النادي هذا كيف تقيسه أنت أيضا كرئيس؟ والله شوفي يعني الجماهير أنا أحييها أولا يعني أكن لها كل الاحترام وكل التقدير، جماهيرنا في نادي أهل الزداب وكل الجماهير، الجماهير عادة يجب نفهم ما معناه إذا ما شفناهم موجودين اليوم في القدم أو في السلة أو في اليد، متى الجماهير تنشط؟ وأنا أعطيك أبسط مثال على منتخبنا، إذا كان المنتخب وصل إلى بدأ يحقق نتائج طيبة تجد الجماهير كلها تجي بدون دعاية وبدون حتى ما يقال لهم تعالوا، هم يتابعوا المنتخب. لكن إذا كان خفق المنتخب لا قدر الله وبدأ نتائج سيئة الجماهير يعني أوردي تبقى تتناقص صح ولا لا؟ كذلك نحن عندنا يعني اليوم القدم مثلا في الأهلي سداب إذا وصل بدأ مباراة مباراتين يحقق فوز تشوفهم يجيوا، كذلك السلة لا يمكن يجيوا في الأدوار الأولى وإنما في الدور الأربعة قبل ما يوصلوا زين، شوف الجماهير وحلت كي وحدهم يجي وحدهم يجيب طبولهم وحدهم بيجي، لأن الجمهور دائما يحب الفوز يحب الفريق هكذا. نعم بعض الناس تقول لك والله نتيجة الدم شوية تقلل الجماهير وأنه كذا إلى آخره، هذه بعض نحن ما نقدر نعمم، لأن بعد يظل يعني مثلا جمهور الأهلي له جمهوره وسداب صح. أيضا لها جمهورها، فلما تم يعني يمكن الجماهير بعدها ما تشعر بالولاء لأهلي سداب يعني الولاء المطلوب. شوف يا أستاذة
شوفي يا أستاذ نايلة يا بلوشية، أنا أقول لش حاجة، يجب أنه هذا الدمج بنى على قناعات، على قناعات وتشاور منذ فترة ما اليوم، وبالتالي علينا نحن نشوف ماذا حقق نادي أهل إزداد بعد الدمج. هل ماذا حقق بعد الدمج؟ الله جميل، أحسن سؤال قلتي. ماذا حقق نادي أهل إزداد؟ لأن الناس تسمع، في ناس ما عارف تاريخ النادي. خلينا نقول لما ما هم حقهم، والله من حقهم، قد يكون ناس ما يعرفوا سيف الرحبي حتى إنه رئيس النادي ومكافح هناك يعني طول وقته. خلينا نقول ليش نادي أهل إزداد مع عمره يعني في أغلب اللعبات موجود في المنصة التتويج، هذا مو ذاك السنة هذه سوفي اللي كم درعين في اليد، درعين في اليد، درع الوزارة ودرع الاتحاد. هذا مو ما 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 تحقيق، هذا ما دليل ما احنا في الدمج ولا منفصلين في الدمج. درع الهوكي مو ذاك، كأس مولانا صاحب القلالة في الهوكي قبل عام اللي قبله، وكم مرة جبنا كأس مولانا صاحب القلالة الهوكي، هذا ما ذاك، والهوكي ذلك. درع السلة هذا درع الوزارة، هذا ما إنجاز. الشباب والناشئين كم درع وكم كأس، وافضل نادي على على الانديه، وافضل رئيس نادي، هذا مو انجاز؟ مو هذا فضل الدمج؟ اسال السؤال لو رجعنا بسيط، اسال اي واحد من اخواننا الجماهير ومتابعين، لولا الدمج هنا نصرف نحن اليوم؟ انا احنا نصرف على فريق اليد، فريق اليد، ها احنا ما نتكلم عن القدم العملاق اللي هو عامل يعني هو يعتبروه ان كل الانديه انه هو الاساس، اساس النادي. فريق اليد اليوم لا يمكن أقل نادي يصرف على فريق اليد، إحنا عندنا نصرف أقل حاجة 80,000 70,000. فريق الهوكي كان زمان ما نصرف إحنا عليه ريال، ما نصرف شيء، 100 ريال 300 ريال، اليوم فريق الهوكي نصرف عليه 30,000 40,000 إذا بغينا نحقق نتائج. إذا مين قبل فلوس؟ نتيجة فضل الله، فضل هذا الدمج. إن استغلينا هذه المبالغ عملناها بنايات، عندنا بناية في الخوير، يعني عندنا أراضي، عندكم استثمارات لنادي أهل بالطبيعة طبعا. نولد ما ممكن تستمر شهر أنت بيقفل النادي لو هذا العائد. تعتقدي أن هل فقط 80,000؟ طبعا الآن ونشكر الله ونشكر حكومتنا، حكومة مولانا، إن الآن اليوم أصبح الأندية المندمج تأخذ 80,000. إذن أنتوا استثمرتوا المبلغ، الحكومة طبعاً مولتكم يا في بنية تحتية للنادي طبعا. لا مش بنية تحتية، لإيراد البنية التحتية، هذا المليون الآن يعني هي أيوة للإيراد. يعني بنينا محلات تجارية، بنينا بنايتين، اشترينا عمارة. إذن هذا اللي مشينا. أنت تعرف كم مصاريف نادي أهل إزداد؟ خلي يعرفوا الإخوان مصاريفنا الموسم لموسم لجميع اللعبات بما فيها يعني اليد والسلة والقدم كل يعني، ومصاريفنا الإدارية والسواقين وإلى آخره تصل إلى 300 إلى 400,000، 350,000، بينما نادي يصرف 350,000 400,000 على اللعبة. إذن هنا أفضل أيهما نادي ناجح؟ عنده كم اللعبات؟ أيوه. خليهم يقيموا. يعني أنت تراهن على عدد اللعبات اللي النادي طبعا ينجح. هذا المطلوب فيه. هذا المطلوب. هذا النادي يجب الأندية تكون بهذا الشكل، أن تعطي كل موهبة حقها، وأن ما تعطي كلها. أنا لو أنا وأعوذ بالله من كلمة، أنا لو خيرت اخواني اعضاء جمعيه عموميه وجماهير اهل إزداد خيرت وقالوا يعني، وهذا اقترحته حقيقه، اني انا اجمد نشاط القدم موسمين، ابني عمارتين، لان انا اصرف ما بين 180,000 على القدم سنويا، حتى لو صرف 300 ما بقي ما اجيب نتيجه. اذا لو انا سمحوا لي سنتين، انا كسيف راح برئيس النادي سنتين، بوفر ببني لي أربع شقق بنايتين، وأراضي عندي في دار سيد، وعندي في إزداد، وعندي في بوشر، وعندي في غلا أرضين، واحدة مكرم من مولانا صاحب قال، واحدة مال الدمج. إذن لكن ما يوافقوا بيصيحوا ليش تلغى القدم؟ على فكرة في أندية ما شاء الله عليها لغت، وقفت سمعت في الباطنة، ما أدري أي نادي صحام والله ما أدري، مهم ناديين الآن لغوا القدم وجمدوا، قالوا حتى نوفر مبلغ، أظن صنعاء ما أتذكر يحضرني لغوا القدم، قالوا احنا بنأجل. وهذه الفكر اللي كان عندي انا، قلت يا اخواني خلي نوقف القدم نحن موسمين او ثلاثة، كم ضربوا 180,000 ضربوا في ثلاث مواسم، كم بيطلع لنا؟ نحن ما توقفنا عن اعمارة 150,000 160,000 نبنيها اربع شقق، صح ولا لا؟ اذا تصوري لو كان عندنا ثلاث بنايات نحن وفرنا الموسم، اذا ذيك الحين تقدر، لان اللاعب اليوم ما يجيك اي لاعب الا بفلوس، ما حد يجيك لان اي لاعب الان احنا في اليد لاعب اليد يقول لك ما وقع العقد دفع لي 5,000 6,000 7,000 اللاعب المميز وراتبي 300 ريال اذا انت نهايه وشار كذاك يمر سريع نهايه شرته ملزم تدفع وفوق ومن على من على هذه يطلع على الرئيس النادي على راسه
نهايه شهر لا انا بترفس هنا اجيب المبلغ. عامل طريقه ابدي اللاعب اللي ما يشتغل، اللاعب اللي عنده اسره، ها اللاعب اذا كان عنده لاعبين وافدين اجانب ابديهم هم، ابدي العمال الاجانب لان هذا ناس يصرفوا حال اولادهم ويعيشوا، واقول انت يا ولدي يا اخوي الله يخليك رحم والديك اصبر شوي، اصبر لانك انت ساكن في بيتك وعندك راتب ما شاء الله تشتغل في الشرطه او تشتغل مكان، اذا تحملنا ومشينا هذه الامور حتى يجينا فوز او يجينا دعم الوزاره ولله الحمد تمشي الامور. شفت كيف هي يبغى سياسه، هي قضيه سياسه وتخطيط. يعني انت في انت وجهه نظرك في اداره نادي اهل استبداد نعم. او فلسفتك تقوم على انه نعم. انه يجب ان يكون عندنا كنادي موارد. نعم موارد، ولازم موارد، والان ضروري نعمل موارد اخرى حتى لو تتطلب الامر ان احنا نوقف لعبه القدم لان هي اللي تاخذ تشفط الموازنه. واسالي اي رئيس اساله، وما خليه يسال اخوان الجماهير ايش اللي يشفط هذه الموازنه الانديه الا القدم. نعم معنا فاصل اعلاني ثم نعود ونذكر برقم الرسائل النصيه 90 45 6 90 45 6. حديث الروح للأرواح يسمع أعتقد جام جي وتدركه القلوب بلا عنا، ويستمر بوح الحكايات في حديث الروح. الحديث يأخذكم إلى تجارب فريدة بين التاريخ وأشياء أخرى. إذا كان عندك أمنية واحدة تريد تحققها يا ترى وش ممكن تكون؟ راح أقضي إجازتي مع أهلي في فندق فخم، أخذ سيارة سريعة وانطلق فيها، أسافر لمدينة أحلامي، أتسوق لي على كيف كيفي. مع جوائز ماي تشويس من البنك الوطني العماني تقدر تسوي كل هذا وأكثر بعد. جمع نقاط ماي تشويس عند الشراء باستخدام بطاقات الخصم والائتمان من البنك الوطني العماني، واستبدلها لدى أفضل الفنادق وشركات تأجير السيارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك استمتع بجوائز كبيرة عند التسوق. برنامج ماي تشويس من البنك الوطني العماني، اتصل على 877-077 وسجل اليوم. تطبق الشروط والأحكام. خطبت مرة رفضوني ورحت وطاف وضربوني، لو الديواني يا شليت مكان في يوم ردوني، مكان في يوم ردوني. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. لو عندك فكرة طبقها، لو في بالك وظيفة حصلها، ولو عندك حلم خليه حقيقة. أيامنا هذه كلها طموح وابداع وافكار، وعلى المسار أسرع أحسن وكلها تواصل واتصال. في أيامنا هذه يلزمك شركة اتصالات يحركها الابداع ويدفعها الابتكار. في أريدو نبتكر باستمرار حتى تكون تجربتك معانا دائما أفضل، لهالسبب دائما نعطيك خيارات أكثر، قيمة أكثر، سرعة أكثر، وكل شيء تحتاجه وأكثر حتى تواصل ابداعك كل يوم ويكون العالم بوجودك أفضل. أريدو كلك أفكار. حياك محمد، اخبارك؟ اوه ما شاء الله اشوفك فرحان. هي نعم، ما بس فرحان انا طاير من الفرحه. زين عاد خبرني خليني افرح معاك، مو مستوي؟ تصدق ان اشتريت البيت اللي كنت احلم فيه بس في 5 ايام؟ ما معقوله، تحسبني ما اعرف قراءات القروض الاسكانيه وتعقيداتها. انت الظاهر ما زرت بنك ظفار لانك تروم تشتري البيت في 5 ايام بس. امشي تجهز كل المستندات المطلوبه وامورك طيبه مع بنك ظفار. يلا روح قدم واشتري بيت واعزمني الاسبوع الجاي مع القرض الاسكاني من بنك ظفار. يمكنك امتلاك منزل احلامك أقل سعر فائدة خلال 5 أيام فقط. اتصل اليوم على 24-79-1111. بنك ظفار، بنكك المفضل. تطبق الشروط والأحكام. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. زي الهوى يا حبيبي، زي الهوى، قام الهوى يا حبيبي، قام الهوى. زي الهوى يا حبيبي، زي الهوى، زي الهوى يا حبيبي.
أخذتني من إيدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا وخدتني من إيدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا وفي عز الكلام سكت الكلام وفعز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بيديا ماسك الهوى وقامي الهوى يا حبيبي قامي الهوى يا حبيبي عليكم جميعا. أهلا بكم أيها الأحبة في حديث الروح، وحديث الروح ضيفنا اليوم شخصية رياضية آراءها ربما تكون مثيرة نوعا ما للجدل، ربما لا يتقبلها البعض، ربما يرفضها البعض، لكن هذا لا يمنع أيضا أن البعض يؤيدها قد يكون، ويمكن البعض أيضا يؤيدها، هي وجهات نظر مختلفة ورضا الناس غاية لا تدرك، وخاصة موضوع كرة القدم موضوع حساس على اعتبارنا الكرة دائما معشوقة الجماهير. أكيد. على 90-45-6 نستقبل رسائلكم النصية 90-45-6. حسين الفريحي، مساء الخير للجميع، أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم، صراحة أفكار روعة، أتمنى جميع الأندية أخذ أفكار هذا الرجل، تحياتي. أيضا هل تتساوى المكافآت في جميع الرياضات في البطولات، مثلا كرة القدم المركز الأول يحصل نفس مكافآت المركز الأول في الهوكي؟ أحمد العجيلي، لا يعني الفوز قصد المكافآت اللي منين قصده؟ يمكن تقصد اللي الحكومة تصرفها والقطاع الخاص، لا 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 المكافآت، لا المكافآت تختلف تماما، يعني التفضيل دائما لكرة القدم. طبعا طبعا في كل شيء القدم هو دائما هو طاغي على كل اللعبات، هذا في العالم كله ربما يكون. نعم. السلام عليكم، شكرا على البرنامج اللي يناقش قضايا الشباب، بس عندي عتب على الشيخ سيف وهو عارف نوعية العتب، والعتب من محبة، تحياتي الله أكبر المهند سعيد، مهند سعيد الهادي، مهند أبو سعيد، المهند سعيد الهادي، المهندس سعيد الهادي، يمكن سعيد الهادي، المهندس سعيد الهادي، المهندس سعيد الهادي، المهندس ماسك الهادي، هذا انا عارف ايش عاتبه معروف المهندس، لان السين والسين هذا انا احيي حقيقه من خلال المهندس باش مهندس سعيد الهادي، هو نائب رئيس النادي، وزعلان علي بطبيعه الحال مع اخوان لانه نائب الرئيس زعلان عشان انا استقلت، وانا اقول فيك اخي سعيد فيك الخير والبركه، انت واخوانك في مجلس الاداره ومن سوف ياتي نتمنى له كل التوفيق. الحين إن شاء الله بنتكلم على الاستقالة. نعم. مع احترامي للأخ سيف الرحبي، المطلوب أندية متخصصة في كل لعبة لنستطيع المنافسة خارجيا، من خالد العريمة. صحيح. هذه يا أخي العزيز أنا أحييك على هذا الكلام، الأندية التخصصية لا زالت هذا 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 من ضمن ناقشناها في عدة لقاءات في الوزارة وفي في الملتقى الرياضي السنوي، إذا أرادوا أن يصلوا بلعبة معينة إلى مستوى عالي في التمثيل الخارجي يجب أن يكون هناك أندية متخصصة، لكن ما وصلنا إلى هذا بعدنا إلى هذه المرحلة. نعم. أستاذي العزيز سيف مبارك الرحبي، سعدت بسماع صوتك بالبرنامج، لي الشرف بما جمعنا كأب لولده وكأخ لأخي، من أخوك عامر بن سليمان العمري من الجبل الأخضر. حي، شكرا جزيلا أخي، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. تحية لضيف البرنامج ولكل من وضع لنفسه بصمة لخدمة هذا الوطن الغالي، أنتم قدوة
قدوتنا. إذن 90-45-6 هو رقم رسائل النصية، 90-45-6. قبل موضوع الاستقالة أستاذ نعم. سيف نعم. حصلت كأندي على دعم من قبل مولانا حضرة صاحب الجلالة على الدعم 1,000,000 ريال نعم هذا دعم لكل نادي مليون. نحن 1,000,000 ريال وحصلنا الأندية المندمجة. كيف استثمرتوا أيضا 1,000,000 ريال كنادي؟ المليون أنا تكلمت في قبل في سياق حديثي إن المليون هذا جاء تعليمات من يعني نحن تقدمنا حقيقة كرؤساء أندية إنه نحن بحاجة إلى هذه الأندية، بحاجة إلى بنية تحتية، لأن كثير من الأندية تنقصها ملاعب، تنقصها يعني أساسيات ضرورية، يعني ملاعب، المقر النادي نفسه ينقصها، مثلا في شباب يعني يحبوا لعبة السلة ما عندهم قاعة، سور ما في موجود، مدرجات ما موجودة. فتلتمسنا من مولانا صاحب الجلالة إن قدمنا ووقعنا على هذه الرسالة ورفعناها إلى معالي الوزير شؤون رياضية الموقر، ونوجه للتحية كل الشكر والتقدير. أنا أوصل هذه الرسالة إلى مولانا صاحب الجلالة ومولانا صاحب الجلالة هو أكرم من الكرم، نفسه أكرم من الكرم، ولم يعني تأخر هذا الطلب وأكرمنا بمليون ريال، أكرم هذه الأندية بمليون ريال لكل نادي لأجل البنية التحتية، بمعنى عشان تظهر هذه الأندية بمظهر يليق على الاقل الناس اللي يستخدموها اضعف الايمان يعني زين. فلله الحمد يعني الان بدات المناقصات في الوزاره تعمل على هذا الموضوع، وطلبنا في عده اجتماعات وطلبوا منا ما هي اولوياتكم الضروريه. فكل نادي طبعا لديه يعني في بعض الانديه لديها ملاعب خاصة منتهى، اذا بحاجه الى قاعه، بعض الانديه تريد تعمل مثلا اصلاحات هكذا حسب الاولويات. هذا المليون لكن استلمتوه المليون مبالغ عشان ااكد مبالغ هذه عشان يعرف، لان بعض الناس تعتقد ان هذا المبلغ داخل في حساب النادي. هذا المبلغ لا داخل في حساب النادي ولا في حساب الوزاره، هذا المبلغ موجود في وزاره الماليه. الوزاره عليها فقط ان تنزل مناقصات ثم تورد المبالغ تحول الى 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 المنفذين المقاولين. يعني انت محتاج نعم. لملعب، الوزاره تسوي مناقصه ملعب نعم نعم. وبالتالي كل نادي قدم لسته باولوياته، مو هي الاولى حتى انتهى المبلغ. وعرفنا المبلغ يعني هالمليون اذا يكفي مثلا لقاعه، تسوير النادي، ملعبين مثلا سداسيين عشان ايراد، لان مثلا احنا اهل سداب قدمنا طلبنا بقاعه تسوير النادي، ملعبين سداسيين عشان ايجار. تعرفي الان في شركات في جاليات اجنبيه حتى تأجر نعم أيوة. هذا إيراد وهذا دخل. إذا عندك ملعب سداسي تأجر في يعني في الشهر طلع لك 1,500 هذا دخل جيد. ففكرنا بهذا الجانب نعم بالفعل. يعني هي النادي ما يستلم المليون لا لا ما بيده نعم. نعم عشان أوضح نعم. طالبنا كأندية من الوزارة الموقرة ومن معالي مباشرة إنه يستثنينا أو يطلبنا التماس إن نأخذ جزء من هذا المبلغ ما في حدود 200,000-300,000 عشان نشتري بهم نبني بهم كم محل أو مبنى أو شيء. فرفض، قال يعني هذا للبنية التحتية فسامحوني على المبلغ. هذا كلام يعني للجميع الأندية كان ناقشنا مع معالي نعم نعم. إذن على 90-45-6 نستقبل رسائلكم النصية 90-45-6. وضيفنا هو الأستاذ سيف بن مبارك الرحبي، نائب رئيس اتحاد الهوكي، محامي بسيط وأيضا بندخل في القانون أيضا في ثنايا الحلقة. لكن تجربتك بالرياضة أخذت عمر والوقت كله ضاع الوقت في الرياضة نعم صحيح. ضاع العمر في الرياضة كله في الرياضة في الوقت نعم. 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية. وأختي أم علي العريمية إن شاء الله فكرتك يعني في الخطة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أصدقكم القول الكورة بعيد عنها لا إيش لا تهم المهم. أسأل الرسالة متلخبطة كذا من سعيد بن عزيز الهشامي وادي المعاول. شكرا يا سعيد. على 90-45-6 بعض الكلمات داخلة في بعض، فيعذروني الأخوة المستمعين يعني أني ما أقرأ الرسالة بالشكل اللي هو راسلها.
نعود إلى نادي أهل سلاب واستقالتك من النادي. إذن هذا الحماس الواضح في حديثك وحبك للنادي. نعم. ومع ذلك تخليت عن النادي وقدمت استقالتك ثم تراجعت عن استقالة. صحيح. ثم قدمتها بشكل نوضح للناس نهائي. أنا قلت في الجريدة لكن خلينا نقول لكم عبر الهواء. وكثير يستمعوا لإذاعتكم يعني إذاعة شباب ما شاء الله ولبرنامجك خاصة يعني. الله يسلمك. ما زلت ناولنا موضوع الرياضة. نعم. أنا حقيقة كان لي الشرف أني أخدم في يعني كنت متطوع في نادي أهل سداب تسلسل قبل الدمج وما بعده، ثم 8 سنوات كرئيس نادي. قدمت استقالتي طبيعة الحال كثير فينك علامة استفهام في الوسط الرياضي وحتى خارج الوسط الرياضي، لماذا قدم سيف الرحبي في ظل هذه الإنجازات؟ في ظل هذه الإنجازات طبيعة الحال، لأن هذه السنة إحنا حققنا 7 بطولات، يعني هذا شيء كبير بالنسبة في الكرة، في كرة اليد والسلة والهوكي. السد اليد نعم، اليد والهوكي والسلة والقدم صعدته. القدم صعد نفس الشيء للدرجة الأولى بالإضافة إلى كؤوس ودروع في الناشئين والشباب، فهمت كيف؟ فلماذا استقال في ظل هذا؟ في ظل فسق مع الديون، يعني بعض الأندية مثقلة بالديون، ها والله يكون فعونهم ويكون فعونا، يعني بعض الأندية مثقلة. فكيف هذا الإنجاز، صعود فرق القدم، درعين في اليد، درع سلة، درع الهوكي إلى آخر إنجازات، يعني ويقدم استقالة. نعم صحيح، قدمت استقالتي. أنا حقيقة يجب أني أكون صادق وصريح، لا أحب يكون يعني أمتلك شيء وقول هذا ملكي. لو وجدت ان هناك فيه اخوه اعزاء واصدقاء واعزهم واقلهم في اعضاء الجمعيه العموميه وهم اصحابي الحق، لديهم الرغبه في استبدال رئيس النادي، فبدت في اجتماعات فيما بينهم في سواء في سداب او خارج سداب او في من خلال جروبهم الى اخره، سموا جروب الجمعيه العموميه، وبدا يتراسلوا انه هذا لازم السيف يروح ونجيب واحد اخر ونجيب ونغير بعض الاداريين الى اخره، في ظل انك انت قمه. هذا شهاده الجميع، ما انا اقول هذا، الجميع الوسط الرياضي قال والناس الشخصيات الرياضيه واللي اتصلوا بينا وكذا الى اخره، ولله الحمد. وهذا شيء واضح، يعني ما في داعي انا بر مو سويت، انا اعتبر نفسي ما سويت شيء. فبدت هناك ضغوط يعني علي، يعني انا ما احب يعني احب اواجه الناس ما تريدني وانا افرض نفسي، لان هذه ما شركه خاصه ولا ملك خاص، انا جيت وقدمت ما قدمته، لعل وعسى من يأتي بعدي يقدم الأفضل، يمكن لديهم رؤية أكثر، تخطيط أحسن، يمكن يحقق نتائج أفضل. طيب ليش أنا أكون أنا حاسد، كم يقول بالعامية حاسد، وليش أنا أمنع هذا الحلم؟ شفت كيف؟ شفتي؟ إذن قلت يجب أنه الآن أنا ولله الحمد قدم صعدته، حققت لهم بطولتين في اليد، بطولة في السلة، بطولة في الهوكي، النادي ما عليه مبالغ إلا بسيطة جدا لبعض اللاعبين، هذا مش ديون، يعني ما علينا قضايا لا محاكم ولا شركات ولا حي طالبنا، مبالغ بسيطة ولله الحمد. فقلت في رأيي أني يجب أن أنا أقدم استقالتي، لا يمكن أنا أظل في هذا الضغط، يعني لا يمكن تشتغل وفي ناس تضغط عليك أني باغي متحمسة، إذن يا أخي ما حق حالي أنا مكتسب. بس الانتخابات قادمة أيضا في 2015. بالضبط، أنا ما أهم الانتخابات، أفوز بطبيعة الحال ما عندي مشكلة، لأن ذي الناس ما تحبني، لكن أنا ما أحب في ظل تيار موجود بالجمعية العمومية ضدك. الجمعية العمومية أساس، الجمعية العمومية تكون تساند الإدارة، تكون تقف معها، تقدم الدعم، تجيب لك مستثمرين، تجيب لك من شركات داعمين إلى آخره، ما توقف ضدك. إذا أنت غلطان قول لك يا أخي تعال، أنت يا أخي اليوم أخفقت في كذا، عليك تصحح المسار، أو اليوم الهوكي ما يحقق نتائج مثل ما كان يضربون بالمثل، إنزين اليوم في اليد كان يحقق نتائج، اليوم ما حقق نتائج السلة كذا. إذا أنت في ظل أن رئيسك هذا والإدارة هذه اللي يقودها هو في القمة، مفروض أنك على الأقل تقول شكرا جزيلا، thank you very much كما يقولوا، ما معقولة صح ولا لا؟ إذا وجدت نفسي أني أنا أفضل أني أترك النادي ويعني وينيبني يكمل الإدارة المدية المتبقية أخي وصديقي المهندس سعيد الهادي، وهو طبعا رياضي، وزملائي الآخرين يعني، وطبعا لديهم الصلاحية لأن أمين الصندوق ونائب الرئيس يوقعوا لجميع المالية والغير المالية والعقود. طبعا قدمت استقالت وصارت الربشة، الناس ما عجبهم اللي استقلت، قالوني البيت، طبعا كنت أتهرب، بعد أخي ضغطوا عليه وقالوني البيت بما فيه من نساء يعني من سداب وحيين يعني، قالوا نحن مستحيل تستقيل. قلت لهم أنا خلاص النادي انتهى من حياتي، خلوني في حالي وخلاص، موضوع هذا خلاص، خلوا يعطي فرصة لغيري،
يمكن يريد لديهم طموح. ليش تقطع طموح الناس انت؟ ليش تكون انت ما معقول هالكلام؟ انت مو يعني يكون ديمقراطي يعني يا اخي، ما يستيت متسلط بطبيعه الحال. قالوا جبت الاكل والعشاء وكل حاجه والقهوه، قالوا قاموا كلهم وقوف نحلف ان ما ناكل اي شيء من بيتك ولا نشرب ما الا ترجع. انا استحيت منهم. احيي اخوي محمد العامري، هو اقدم اداري 25 سنه يكمل، جايب مقشاعة مسكين من 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 الحيل. استحيت يعني انا مهما يكون يعني بيننا في اخ من الاداب احترام، اكبر منك سنا فتكسر خاطره. فقلت لهم طيب انا برجع، تفضلوا رجعوا. الناس فرحوا الناس وكلوا كذا، مشيت اوقع. لكن قلت لهم على شرط انا ما ارجع النادي، يعني كرجوع النفسيه وذاك الحماس والنشاط، لان خلاص انكسر خاطري يعني ما ارجع، سامحوني. وبالفعل ما رجعت النادي، ما دخلت. اجتمعوا كم اجتماعات وسوي جمعية عمومية، وانا ما رحت جمعية عمومية العادية عشان السنة المالية منتهية، ما حضرت. ف اليوم بطبيعة الحال انا ما اريد استمر بهذا الاستمرار، انا اتحمل مسؤولية غيري. فأكدت رسالتي أخرى للوزارة وأمين السر إنه أنا تأكيدا على استقالتي السابقة يجب إن أنا مستقيل، وأرجو إن أخي سعيد نائب الرئيس يعني يقود دفة النادي حتى موعد الانتخابات، لأن هذا سبب وجيه. سبب آخر، أنا يعني الآن بحثت على وظيفة عمل، أنا محامي وبحثت على وظيفة مستشار قانون، اشتغلت. فتعرفي نظام القطاع الخاص من 7-8 حتى 5، هنا عندي في نفس عدو عندي روح أروح النادي، إلا أن النادي 3-4 وقتك في النادي ما في كلام. يعني تريد تتفرغ لحياتك القادمة. حياتي الخاصة. 2، أريد أجلس أكمل دكتوراه. ما يمكن أنت تدرس وكذا وتروح وبعد تشبق نفسك في النادي وفي الوقت نفسه. وأسب أساسي إن في ناس ما تريدك يا أخي، ما تريدك تفرض نفسك غصب عليه يعني عليهم. لا أخي، هاي جمعية عمومية لها حق، هي اللي تشيلك هي تجيبك. إذا أنا أحترم قرار الجمعية العمومية وأحترم اللي مبغين يجددوا في الإدارة في دماء الإدارة، ليش الآن الإخوان يقول لك لازم ترجع وترجع؟ وسعيد أخوي الآن زعلان يعني راسل رسالة نصية إنه هو عارف السبب، وهذا السبب. أنا ما أنا أظل موجود، وحتى معالي الوزير اتصل بي طلبني ورحت له قلت له هذه أسبابي. فقلت له أنا موجود أخدم الرياضة في أي موقع وأي مسؤوليات، خدمة وطني وما أتخلى، أنا موجود ولازلت شباب وأعطي وأعمل في أي موقع في الدنيا متطوع، لكن النادي يعذرني عنه، خلي الناس تريد تجيب إدارة أخرى، فأرجوك اعذرني. اتصل في ساعات الوكيل جزاه الله خير وحييه كذلك الشيخ رشاد وغيرهم كثير من وسط الرياضي من اتصلوا أرادوا أنه أنا أرجع. قلت لهم خلاص اعذروني، اعطوني نفس، ويكفيني نائب رئيس اتحاد الهوكي، ويكفيني الآن شغلي، وقاس أحضر دكتوراه وبغى أسافر. فيا ناس خلوني ارتاح شوي نفس، وان شاء الله النادي ما بيروح، ترى النادي موجود، خليه يقربوا، خليه اخي يمكن افضل مني، يمكن يحققوا لنا، يمكن ما هو ذا طموحهم، ما حققته، ليش نكذب على نفسي وانا اقول انه حققت المعجزات؟ انا ما حققت شيء. اذا هنا في سؤال لك، ليش نادي اهلي سداب بكره القدم يعاني بدون القاب وانجازات عكس الهوكي واليد والسل؟ انا اجاوب من هذا اللي راسل اسمه حار، ما راسل ما طيب بدون اسم. انا احيي اللي راسل ما وضع اسمه لكل يعني احيي كل التحيه. انا اقول ان قلت في بدايه حديثي ان القدم ياخذ كل موازنه النادي. هل يريدوا في نادي اهل سداب ولا اي نادي اخر تريدوا نشاط واحد ونلغي النشاطات الاخرى ونقتلها؟ الآن النشاط أي نشاط يحتاج لك إلى مبالغ. أنا متى ممكن نحقق في نادي أهل سداب القدم؟ أنا قلت لهم انتظروني 3 سنوات 4 سنوات أخرى، انتظروني أعطوني 3 سنوات بحقق نتائج في القدم حتى نبني شيء يعني إراد بنية تحتية. لأن القدم الآن نحن نصرف 180,000، إذا نصرف 300,000 أنا متأكد إني حاب النافس بنوصل النهائي، لكن بدون هالفلوس ما عندك، لأن اللاعب الآن ما يجيك أي لاعب، اللاعب فلوس سواء اللاعب المحلي أو تجيبه من الخارج. وأنتوا شوفوا شوف العالم كيف تنافس اللاعب الآن، اللي حد منهم مع احترامي حتى ما يعرف يضرب كرة يعني يشوت الكرة، يجيبوه من برا يقول لك وغيره يأخذ 10,000 ريال مقدم عقد وراتب 500 ريال وحد من 1,000 ريال و1,000 ونص من هنا حنا نجيب. إذا هذا هو أجدر، لأن إراداتنا لم تصل مع تتساوى مع المصروفات اللي تحتاجها كرة القدم. القدم وغيره. فهمتي؟ عندما يكون إرادك متساوي، الميزان متساوي، هنا بعدك تمشي
ممتاز بتحقق نتيجة، لكن ما زال إرادتك بعدها لا يمكن. نعم. إذا أنت تراهن على السنوات القادمة أن يتحسن. نعم يتحسن. يبغاله شغل. أيوة. يبغاله تبني أراضي، تبني الأراضي. يبغاله تضحية، تضحية توقف مثل ما وقف نادي مقيس. واحد رسل لي رسالة الآن نصيغ وذكرني نادي مقيس. وقف نادي مقيس وقف القدم. قالوا خلاص يا أخي قتلنا هذا القدم، نوقف كم سنة كم موسم ونبني لنا شيء. وانا احييهم حقيقه على هذه الخطوه، وانا كان هذه موجوده في الخطه في رايي. يعني عندك خطه مستقبليه لكره كان لكن فعل كان الان خلاص. لا خلاص الان لا تبني حياتك كما يقول فرنسيين صوت خطاه خلاص. على 90 45 6 نستقبل رسائلكم النصيه 90 45 6. اذا هذه هي تفاصيل استقاله الاستاذ سيف بن مبارك الرحبي من رئاسه نادي اهلي اسداب. إن شاء الله النادي بوجودك أو بعدم وجودك أيضا يظل متألق. أتمنى لهم كل التوفيق. نعم. أنا إخوتي وزملائي. نعم. وأهلي وجيراني وجميع عمومي أصدقائي ومنهم شياب كبار جيون إلى بيتي وعزهم وأقدرهم، ثاني السعيد السريري وغيرهم، أحييهم كل التحية حقيقة، يعني من كبار السن حتى وحييهم، وحتى النساء يعني حاولوا أن يعني أعود للنادي، وقلت لهم أعطوني مهلة، أعطوني فرصة، اعطوا الناس الآخرين فرصة، لا نكون أنانيين ونتمسك. ها يعني يجب أن نعطي فرصة الآخرين يا أخي، يمكن لديهم عطاء أكثر، لديهم طموح أكثر. فهكذا وتفهموا حتى يعني تفهموا وجهة نظري. فما أنا هذه لا يعتقد الناس أني هروب المسؤولية. أنا متى أهرب أو متى يهرب؟ إذا كنت متلتل بالديون ونتائج كل الفرق طايحة داون، يعني أنت في تألق النادي وتركت طبيعة الحال، وهذا شيء طيب. يعني أنا ما هرب عن المسؤولية. خلنا نترك هذا موضوع. نعم. النادي ونروح للمملكة المغربية. والله أنا وذكرياتك في المغرب اللي درست فيه واللي. نعم. أيضا جمعتك يعني مع الشيخ سيف بن هاشل المسكري. والله ومع الشيخ سيف بن هاشل هذا أخ عزيز. نعم. أستاذنا سيف هذا الرجل المخضرم الدبلوماسي الكبير. الله أحييه، أحيي سيف بن هاشم المسكري يعني كل التحية، أحييه بصفة أخ وصديق وعزيز ورفيق، وأحيي ما يحمله له من علم. كم ما أنا فخور يمكن أشوف المغرب يتكلم باللغة الفرنسية. في كلنا نحن كنا تو بعدنا جداد فرش طلاب صغار وتشوفونا يتكلم باللغة ما شاء الله يتكلم باللغة الفرنسية هذيك الطلاقة. واللغة الإنجليزية. أحيي كل التحية، هي ثروة من ثروات الوطن حقيقة مثل سيف، ولا زال يعني ما شاء الله يعطيه الصحة والعافية في يعني في كل مختلف المجالات اللي أداها. أنا حقيقة كان لي الشرف، كنت من بين الطلبة موجود في المغرب، موظف في السفارة، ثم والله أنا انتدبت للسفارة دون ما أقول أي شيء. أنا كنت انتدبت للسفارة، كان لي الشرف أعمل في السفارة، وتلاقيت طبعا مع يعني مع أخي سعادة سيف بن هاشم المسكري، تلاقينا هناك عملنا وكوننا فريق كرة قدم. يعني كنا نلعب مع الطلبة، كم كان هو عظيم هذا الرجل اللي كان يعني يأتينا يعني يلعب معنا. يعني ما كان كدبلوماسي، كان قريب، ما كان كسفير، كان هو قائم بالأعمال. يعني قائم كان سفير بالأعمال. نعم قائم سفير بطبيعة الحال، لأنه ما كان في سفير يعني في ذاك الوقت. سنة 82 تقريبا، هذا تقريبا 82 83، لأن نحن متخرجين دفعة 87 88. أيوة. هي نعم. فكان بحقيقة كان هو الأخ والصديق يعني معنا في الطلبة. ثم طبعا عين فيما بعد سعادة السفير أحمد يوسف الحارثي، حاليا وكيل وزارة الخارجية. نحيي كل التحية، وكان بثبت كذلك الأخ والوالد في والناصح وكل شيء. كم نحن كنا يعني نفتخر بهم الاثنين، يعني كل ما ندخل إلى بيوتهم يعزمونا، يقربونا، يساعدونا، يقربوا كل شيء. كانوا بالفعل كان هكذا هي الدبلوماسية حقيقة، هكذا كانوا يعني قريبين من أبناء الوطن حقيقة. كان يعني جمعتنا مع إخوان شباب اليوم ما شاء الله قانونيين في كل مكان، منهم رئيس الادعاء، منهم قضاء في المحكمة العليا، قضاء في مختلف المحاكم، في الشرطة. يعني أغلب القانونيين خريجين معنا من المغرب. يعني نذكر سعادة الشيخ حسين بن علي الهلالي، وسعادة حمد بن خميس العامري، طبعا تخرج قبلنا، هو أكبرنا شوية، ما يصغرنا شيء، يعني أكبرنا هو، يعني تخرج قبلنا. وغيرهم من الإخوان يعني نحييهم، يعني كانوا زملاء. المغرب يعني بلد عظيم، المغرب بلد عظيم بعروبتها، بتنوع بثقافاتها، بتنوعها بكل معنى الكلمة.
قريبين من عاداتنا وتقاليدنا حقيقة، حتى في رمضان، في 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 الطقوس الرمضانية، في صلاة التراويح، في في الأكلات. يعني أنا هناك حتى سويت شواء، يعني حفرت حفرة في بيتي، سويت شواء، كنت أذوقهم، استغربوا هذا شيء 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 جديد. يعني عملت صداقات، عملنا ناس، يعني كان علاقات طيبة. كانوا الطلبة حقيقة بصفة إن كنت أنا منتدب في السفارة وفي نفس الوقت أدرس، كانوا يعني إخواني وزملاء، يعني كنا نسير مع بعض، نطلع رحلات إلى الغابة، على قول الإخوان المغاربة في الغابة. طبعا الغابة كلها ما شاء الله غابة فعلا، ما شاء الله أشجار الأرز، أشجار فيه. نعم نطلع يعني نقضي يوم جميل، أحيانا يوم كامل. يعني المغرب بلد جميل وشعب طيب وشعب حباب وشعب يعني يحب الناس، يحب يعني ما تحسي في فارق. يعني عشنا كطلبة هناك وكناس عاملين، يعني ما كان أي شيء في أي مشكلة ولا أي حاجة، ولله الحمد. وكانت الحكومة المغربية تقدم منحة أيضا للطلاب العرب. صحيح، كانت تقدم يعني حكومتنا جزاها الله خير بقيادة مولانا صاحب القناة، كان يعطوا الطلبة منحة. وكانت الحكومة المغربية يعني كان كرم منهم، كانوا يعطوا كذلك الطلبة منحة العرب، مع العلم ان الدراسة مجانية في المغرب، مجانية بدون فلوس، ولكن يعطوا العرب بعدها منحة. كانوا ياخذوها نهاية كل ويكند، روح ياخذوها من الخزينة. فنحن كطلبة هناك نصحناها، قلنا ليش احنا هذه المنحة يا اخوان، احسن نحن عندنا منحة مو نبغى لها. وكان المغرب رخيصة، رخيصة جدا، يعني يعني لا يذكر، يعني الشقة رخيصة والأكل رخيص، حياة كان وعلى مستوى العالم. الآن مش رخيصة ذاك أول. نعم. فقلنا ليش هذه المبالغ ما نعطيها إخوتنا العرب، وعلى على سبيل المثال الإخوة الفلسطينيين، سودانيين، بعض الإخوان يعني اللي كانوا فعلا طلبة بحاجة إلى منحة. فبالفعل فكروا الإخوان العماني الطلبة، قالوا بالفعل نحن يعني نشكر الحكومة المغربية والجامعة على هذه المنحة، ونحن نعطي يحولوها إلى من هم أكثر بحاجة إليها. وكان بالفعل كان هناك يعني شيء، هذا شيء جميل أتذكره، ما أنسى شيء طيب. يعني كان من طلبتنا إنه أقدموا على ذلك، ونحن ولله الحمد كان منحتنا واجد طيبة. بالعكس كان الشباب يوفروا مبالغ يسافروا في أماكن أخرى، يسافروا مع جبل طارق وكذا، وسبتهم ليلية وإلى آخره يروحوا يسافروا، لأنه توفر مبالغ وهذه حقيقة كان شيء طيب جميل جدا. يعني من طلبتنا اللي اصبحوا اليوم كبار المسؤولين، منهم لا زالوا على يعني العمل، يعني لا زال شباب. احنا كلنا شباب ترى، معلش من هذه الشعارات البيضات. ان شاء الله على طول شباب هكذا. يعني اذا على 90 45 6 نستقبل رسائلكم النصيه 90 45 6، وراح اجاوب هنا معايا اسئله راح ان شاء الله نجاوب عليها، لكن نسمع ايضا مرسول الحب. الله الله، طالما الله تحدثنا عن المغرب وعبد الوهاب الدكالي. الدكالي الله أكبر، الله أكبر، عملاق. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما تعود. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما تعود. ما دام الحب بينا مفقود انت من نبع سقيتينا سقيتينا سقيتينا، ما دام الحب بينا مفقود انت من نبع سقيتينا سقيتينا سقيتينا، ما دام الحب بينا مفقود انت من نبع سقيتينا سقيتينا سقيتينا. بسم المحبة بسم الأعماق وحر الشواق، كان ترجك سول فينا ورجع علينا، يدوب الصمت وتتكلم أغانينا. مرسول الحب بيمشيتي وبيغبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وشفتينا وحنا ما تعود. مرسول الحب بيمشيتي وبيغبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وشفتينا وحنا ما تعود. ما دام الحب بينا مفقود وانت من نبع سقيتينا سقيتينا سقيتينا، ما
جمالا الحب فينا مفقود وانت من نبع سقيتنا 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 جمالا الحب فينا مفقود وانت من نبع سقيتنا 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 باسم المحبة باسم الأعمق وحر الشواق كثر الشمس والفينا ورجع لينا يذوب الصمت وتتكلم أغانينا لا يحرك إحساس جديد ولا تنبت فيها زهرة ولا تنبت فيها زهرة لا يحرك إحساس جديد ولا تنبت فيها زهرة ولا تنبت فيها زهرة تفتح بالشدى والطيب وتونس اللي بتغريب 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 تايه فليل تايه فليل مرسول الحب بيمشيتي وفين نبتي علينا علينا خايف لا تكون سيتينا وشفتنا وحد ما تعود مرسول الحب بيمشيتي وفين نبتي علينا علينا خايف لا تكون سيتينا وشفتنا وحد ما تعود ماذا من الحب النامقود وانت من نبع سقيتنا 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 ماذا من الحب النامقود وانت من نبع سقيتنا مساء الخير والمحبة عليكم جميعا أيها الأحبة أينما كنتم مساءات إن شاء الله ماطرة مساءات جميلة مع اليوم المطر اللي أصبحنا عليه الحمد لله ولله الحمد الحمد لله على 90-45-6 نستقبل رسائلكم 90-45-6 وعندي رقم منتهي بخمستين كل رسالة أصفار للأسف. سؤال عن العصا الحلزونية، ما سر العصا الحلزونية في المباريات النهائية؟ والله فضحتنا هذه العصا. وفي سؤال أيضا عن الرياضة المفضلة اللي تحبها بنجاوب إن شاء الله عليه. وفي أيضا من أخوي أبو محمد السيابي، السلام عليكم نحيي الضيف الكريم على الكلام الطيب وعلى الشفافية، إذا فاتني شيء من الحلقات السابقة كيف الحصول عليها؟ أبو محمد السيابي. أخوي أبو محمد، البرنامج ينزل في اليوتيوب، بإمكانك البحث عن حديث الروح في اليوتيوب. حمد الجابري، اليوم هطلت أمطار غزيرة ورياح شديدة في وانقطعت الرسالة. إذا 90-45-6 هو رقم رسائل النصية. إيش سر العصا الحلزونية؟ والله هذه العصا أخذها دائما معي وقت المباريات أو المباريات الحساسة، تتبرك فيها مثلا كذا كبركة. هي عصا سموها اللاعبين كلهم، يعني أقول لهم التحية كل اللاعبين اليد خاصة يعني والسلة والهوكي، يعني شل هذه العصا في المباراة النهائية وقبل يعني انتهاء الشوط الثاني وقت كذاك. وهذه هي رفيقة الدرب، يعني هذه رفيقة اللعب في تكون معي هذه العصا، لا يعني تكون لابد معي في ذلك اليوم. فحتى يعني وتطلع حتى نهاية المباراة حتى التكريم وهكذا. هذه العصا أنا أعتبرها كبركة، أتبرك بها لا أكثر لا أقل. تحس كذا إحساس بالراحة وأنت تحملها لا أقل. والشيء آخر أنه في المباريات ما أستطيع أجلس،
تطلع برا على المباراة، ما تشاهد الفريق لما يلعب. أبدا، كل حد يلاحظني يعني. أنا دائما مثلا تعرفي بحكم رئيس نادي يحطوا لي كرسي يعني في مخصص للرؤساء، أو عندما كنت يعني عضو مجلس الشورى طبعا يحطوا لك معروف كرسي وين يحطوا له يعني حسب ما هو معتاد. فأنا حقيقة أستأذن يعني ما تقعد معه، أقول مسامحوني أحط له أقامل أجلس شوية، لكن إذا كانت مباراة نهائية عندي أجلس مو بس خارج الأسوار نهائيا. قلق وقولي نقلق، طبعا هذا قلق 100% لفريقك النهائي وتتمنى ذاك، ودعاء أدعي بما تيسر الله سبحانه وتعالى. أدعو لفريقي للفوز، يعني أظل كل إحساسي وكل شعوري في تلك اللحظات. يعني لا ما أرتاح، يعني ما أجلس، مشكلة ما أجلس على الأرض، يعني ما أجلس حتى آخر صافرة. نعم، هذا هكذا دائما في كل المباريات النهائية أو الحساسة أو الدول الأربعة تجد بهذا الشكل، بهذا الشكل محال. وهذا ملاحظيني طبعا حتى رجال الأمن وغيرهم يقولوا الشيخ سيف ليش يطلع ويخرج وش عنده هذا بالفعل. وهكذا بس خلاص إيماني بهكذا وسبحان الله. إيش الرياضة اللي تمارسها؟ هذا السؤال أبو شهد لمفرجي، كونك مهتم بالرياضة، هل في رياضة معينة تمارسها؟ والله ما أحب الرياضة، أنا كرياضة يعني أمارسته وما أمارس حقيقة، أنا أحب أمشي فقط، أمشي يعني ما عندي الوقت أصلاً ثلاثة أرباع وقتي في الرياضة. يعني في الرياضة هي لا سوينا شيء ولا عملنا حال عمرنا شيء، كله في الرياضة، يعني وقتي كله في النادي، إما في الإدارة أو إنك تتابع فريق السلة، تابع فريق القدم، تابع فريق كذا، هذه مشكلة، هذا الفريق زعلان، هذا الفريق ما عنده رواتب، فأنت طول وقتك طول حياتك في النادي. يعني خذ مني حتى شغل المحاماة، يعني حتى المحاماة راحت مني. نأتي للقانون، درست قانون. نعم. وكان يفترض كونك درست قانون وفي مرحلة مبكرة أن اليوم تكون في منصب قريب من القانون، ليش أبعدت نفسك من والله القانون وممارسة القانون؟ أنا حقيقة دخلت في اشتغلت في اللجنة العليا في في لجنة حسم المنازعات التجارية يسموها ذلك الوقت، هي حسم المنازعات التجارية. واشتغلت بحماس وعندي الرغبة، لأن عندي من النوع اللي إذا حبيت شغلي في القانون حبيته جدا يعني، وكنت بالفعل شاطر يعني في 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 المحكمة حسم هي حسم المنازعات التجارية، ولكن لظروف ما خدمتني في هيئة حزمة التجارية في ذلك الوقت، يعني لم يكن منهم مسؤولين عمانيين، فكانوا من جنسيات أخرى. إيه نعم، فكان يعني قاسيت الأمرين، أستمر أو لا أستمر، لأنه ما كان لدي يعطوني فرصة، بعكس زملائي وإخواني اللي راحوا المحكمة الجزائية، يعني أهلوا يكونوا قضاء أو مساعدين قضاء، رسلوا إلى العكس صحيح، اللي خريج المغرب شلوا مصر، والخريج مصر شلوا المغرب عشان قضاء، بينما هناك ظل مكانك سر، مما اضطرني طبعا إلى اضطريت يعني إلى الانتقال إلى اللجنة العليا للمؤتمرات، الأمان العام للجنة العليا للمؤتمرات، واستمريت فيها حتى يجي موضوع يعني قانون، صدر قانون التقاعد المبكر، هذا اللي هو يعني اللي قضى عليه هذا القانون. كنا شباب ومغرورين، كنا احنا مجموعه خمسه الشغل في الست يعني في العمل، يا اخي فنان هذا القانون المبكر، خلينا نطلع نسوي لنا شيء، نشتغل في شركه، خلينا نعملنا نفتح لنا كذا الى اخره، تسرع بدون مقياس. ولهذا انصح انسان يجب انه لا يتسرع، يجب انه يعيد النظر. ندمت يعني؟ لأنك طبعا ندمت انا يعني صغير طالع، شو يعني ما اشتغلت كم سنه وطلعت جاء هذا القانون التقاعد المبكر، فرحنا بال 5000 ريال اللي اعطونا اياها، شفناها واجد كبيره ويا فرحه. فاشتغلت فيما بعد طبعا. اذا انت تنصح الشباب عدم نعم الانجراف؟ نعم، لا نعم ضروري، يجب انه يراجع 1000 مرة، يجب لا ينجر بهذا الشكل. ولهذا بعد ثم انتقلت إلى شركة تمور عمان، اشتغلت في القطاع الخاص فترة يعني فترة ولله الحمد، طبعا يرجع الفضل لسيدي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، يعني هو كان هو رئيس الأمين العام لجنة المؤتمرات، وقال لي لا تروح، انت طلعت مبكر طعيب يا أخي، انت قانوني وكذا، تعال اشتغل في الشركة كمدير موارد البشرية ومستشار قانون. وبالفعل استمرت فيه، لكن حصلت للشركة انتكاسة شوية، لأن كانت ما وضعها كان في السابق ما يلين هناك، ثم الشركة صفت أغلقت و
قمت بالواجب طبعا الموظفين الوافدين، قمت بواجب الشركة حتى يعني وعادة فتحها من جديد إلى آخره. ثم بعد ذلك قلت طيب ما عندي شيء الآن مو أسوي، دخلت إلى عضوية مجلس الشورى. بعد هذه الفترة دخلت إلى مجلس الشورى. قلت خلينا أقرب هذه. كيف تقيم مرحلة مجلس الشورى وإيش أيضا اللي تحقق في مجلس الشورى، وكيف تقرأها اليوم تجربة الشورى أيضا؟ والله تجربة الشورى تجربة يعني بالنسبة لي أولا كشخص يعني استفدت كثير، استفدت استفادة يعني خلتني أعرف عن قرب إن رغبة الناس في ماذا يفكرون، ماذا يريدوا. علمتني تجربة هؤلاء الناخبين لماذا ينتخب، ماذا يريد إذا رشح شاد، لهدف آني أم يريد إصلاح، يعني يريد خدمات، يريد أمور خاصة، يريد كذا. يعني تعلمنا أشياء كثيرة، بالإضافة إلى أنك تعلمت إن الاجتماعات وإدارة الاجتماعات. لا تنسينا الفترة الثانية أنا الدورة السادسة كنت رئيس اللجنة القانونية. فأحيي طبعا الشيخ عمر اللي كان الشيخ عمر الحسين اللي زميلي وصديقي طبعا حتى في المحاماة، ولازلنا أنا وياه. أحيي الشيخ عمر كان نائب رئيس اللجنة القانونية، طبعا هو يمثل ولاية الخابورة لثلاث فترات، وأنا حظيت طبعا بتشريف ولاية مسقط العاصمة لفترتين. حق المجلس الشورى يعني أسقلت مواهبي، يعني استفدت، يعني وظفت هذا العلم اللي تعلمته، اللي تعلمنا درسنا قرأنا إلى آخره، يعني خبرات متراكمة بالجامعة بالهيئة حسب المنازعات التجارية في الأمان العام، كنت باحث قانوني ومدير دراسات البحوث ثم في تمور عمان إلى آخره. فوظفت هذه الإمكانيات يعني مع بسيطة جدا المتواضعة في 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 المجلس، ترشحت للمجلس ولله الحمد يعني فزت. فبدأت يعني أشو جديد أنا جاي الآن، يعني المجلس طبعا معروف جلساته، معروف الجداول الأعمال، يعني يستضيف الوزراء بيانات إلى آخره. طيب ما خارج هذا المجلس ماذا يجب يعني يقوم بالعضو، هل فقط هذا دوره ولا دوره آخر؟ طبعا الحال المواطن ينظر عليك أنت كمنتخب كممثلة، يريد منك شيء الكثير. هناك نعم بعض الطلبات خاصة، بعض الطلبات للقرية ضرورية، فكنت أجتهد بقدر ما أستطيع أنك توصل، لأن الناخب ينظر عليك أنت الأقرب توصل للمسؤول، بينما هو لا يستطيع يوصل المسؤول بسرعة، يحتاج لي على وقت، بينما أنت ممكن توصل لهذه الرسالة. فهكذا نظرته، نظرة دائما الناخب يريد خدمات لقريته، يريد خدمات بعض الأمور، مثلا عنده عرقلة، عنده مشكلة خاصة إلى آخره، توصل لإياها إلى آخره. فعضو المجلس الشورى حقيقة هو يقوم بدور كبير، بدور عمل كبير، يعني داخل المجلس أروقة المجلس وخارج المجلس، انه اذا ما خدم الناس بطبيعه الحال تنزعل لعنه الناس، الناس بيقول لك والله هذا ما قدم لنا شيء وما سوى لنا شيء، وهذا قاس يخدم نفسه وحاب نفسه ويطلع حال عمره كذا ويطلع حال عمره كذا. اذا عليك ان تجتهد وتضاعف جهدك. الفتره الثانيه طبعا تعلمت من الفتره الاولى الدور الخامس، الفتره الثالثه اللي ترشحت اوفست وانتخبت كذا داخل المجلس كرئيس اللجنه القانونيه، تعلمت وين هي الاخطاء وين هي السلبيات بحاجه يعني اركز عليها، مو هي الخدمات الضرورية للحارة. طبعا انت كعضو مجلس ما تمثل بس ولايتك، انت في منظومة كاملة، انت تمثل عمان، يعني لازم تفكر هذا التفكير، انت مسؤول عن كل قرية في عمان، عن كل ولاية، ما بس عن ولايتك. نعم تعطي أولوية لولايتك، لكن انت ما لازم والله انت في كل وزير يحضرناك ولا مسؤول يحضر تقول والله ولايتي ولايتي، طيب ولاية ثانية ما انت مسؤول منها، انت جزء لا يتجزأ، يعني لازم يكون ينصهر هذا العضو، هذا المفروض يجي منه. ولهذا استفدت حقيقة من مجلس الشورى تجربة ثرية، تعلمت أشياء كثيرة. كنت عضو لجنة الأخطاء الطبية اللي كانت في أدلانكس كارس، في هناك هوس من الناس وقعت أخطاء طبية، شكرت لجنة أذاك، كنت أنا عضو في. كنت تتابعون هذه موضوع الأخطاء طبعا قبل أن نتلقى المشاكل والقضايا ونحاول نتتبعها، ودرسناها واجتمعنا مع المسؤولين ورفعنا فيها عدة تقارير، ما هي الأخطاء، ما هي أسباب الأخطاء، هذه الأخطاء هل متعمدة؟ طبعا طبيعي مستحيل أن يكون الدكتور متعمد، الدكتور اللي مستحيل لبشر من بشر مثلنا، لكن الأخطاء واقعة، نحن الآن نتكلم يكون في خطأ في كلامنا، إذا فما بالك دكتور يجي عملية.
فكنت عضو في لجنة الإخطاء الطبية، كنت عضو في لجنة سند، عدة لجان الحقيقة ولله الحمد، لجنة الخدمات. فمن خلال هذه اللجان يعني قدمنا بما نستطيع خلال الفترة اللي قضيتها، كذلك في اللجنة القانونية تحال اللجنة، يحيلها المجلس، الحكومة تحيل المجلس، المجلس يحيلها اللجنة المختصة. طبعا المجلس عبارة عن عدة لجان، في اللجنة القانونية يحال عنا دراسة بعض المشروعات القوانين، أو اللجنة تدرس يعني من نفسها تقوم تتعاطى بعض القوانين، أن مثلا إذا وجدت مثلا خلل في تملك الأراضي يجب عليها تقوم هي تبادر وتقدم كمشروع قانون للمجلس، والمجلس إذا ارتأى أنه يرفع للحكومة إنه أو للوزارة أنه بالفعل بحاجة إلى إعادة نظر في بعض المواد القانونية، ما نقول كل القانون لكن بعض المواد القانونية، إذن كان هذا هو شغل دور اللجنة، بالإضافة إلى دورنا كعضو أمثل الولاية داخل المجلس من خلال البيانات، حضور أصحاب المعالي الوزراء. فحقيقة كانت تجربة ثرية. دورة اللي بعدها طبعا أنا يعني بنفسي ما رشحت نفسي، لأنه وجدت الموضوع شوية صار فيه مغالاة في الموضوع، والناس بدأت تدفع الفلوس وإلى آخره، فمتنعت ولله الحمد يعني هذا الموضوع. ذكريات لا تنسى مع كل طالب درس في المغرب بشكل خاص في وجدة، مشقة سفر من عمان إلى مدينة وجدة، طبعا وجدة قرب الحدود الجزائرية. نعم نعم نعم، فهي في بعيدة في أقصى صحيح الشرق المغربي. كم هي متعبة. تحياتي للطلبة جامعة محمد الأول. هذا رقم منتهي ب55. أيضا ليش لاعبين فريق كرة القدم خارج من سداب ولاعبين اليد والهوكي من كل منطقة ومحققين نتائج ما شاء الله؟ هذا سؤال أطرح، هذا السؤال أحيي من هذا السؤال أجبنا عليه مئات المرات في اجتماعاتنا وفي اللجان في الجمعيات العمومية واجتماعات الموسعة. ليش وليش وليش الآن أصبح اللاعب كما قلنا في بداية الحلقة احتراف، اللعبة صارت إيش؟ احتراف. لا يمكن أنت اللاعب المميز تجيبه من أي مكان. أنا أعطيش مثال، هل الآن اللاعب اللاعبين نادي فنجا كلهم من فنجا؟ هل لاعبين ظفار كلهم من ظفار؟ هل لاعبين مقيس كلهم من مقيس؟ باستحالة. إذا أنت كل نادي يبحث عن لاعبينه، فهمتي؟ هذه هي المشكلة، إن القدم ولا غير القدم. الهوكي لماذا؟ لأن في جيل هوكي أساسا موجود هناك، لكن القدم الآن صراع، كل واحد يريد نتيجة. الآن ما في نادي، هل نادي السيب الآن هو اللي جارنا كلهم من أبناء النادي السيب؟ يوسف لهيب يسمعني الآن. هل من نادي السيب؟ استحالة. هل نادي النصر كل من نادي من النصر من لا استحاله، من 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 مسقط رايحين الشرقيه هناك، واللي ما وهكذا والعكس صحيح. اذا النادي وفق امكانياته يجيب اللاعبين، هذا يجب يفهم. واليوم اللاعب لا يمكن تقول من ابناء منطقتي، انت ما ابن منطقتك. اليوم ما في واحد اسمه هاوي ولا اسمه حبر شعار نادي ولا اسمه عشق نادي ولا فانيلته، هي عشق مادي بحت، أصبح الولاء وسيلة من دخل، دخل نعم وسيلة دخل. من يقدم لي أفضل أروح نعم، بس انتهى الموضوع. أيضا تحياتي لك أخي سيف وجزاك الله خير، وما عليك زود أخيك العزيز سالم علي رجب. كابتن سالم نحييه. أيضا شكرا جزيلا أستاذ سالم، كبار حكامنا. الشيخ سيف رح بشخصية رياضية قيادية رائعة، تحياتي له من عماد الحتروشي. الله يبارك. أيضا سؤال جزيلا أخي، لماذا تحتفظ بمدرب كرة اليد لمدة 10 سنوات من عماد الوحشي؟ اليد؟ أيوه. مدربنا نحن، لا نحن مدربنا وطني خليل المعشري، متمسكين به لأنه ابن النادي وابن المنطقة وما شاء الله عليه، ونحييه يعني يعطي تاج فوق يعني نحييه. طيب. نعم. ما هي المشاكل والصعوبات اللي كان يعانيها اتحاد القدم أثناء تواجدك في أمانة سر الاتحاد؟ أنا كنت ما كنت حقيقة صح معلومة، أنا كنت مع يشرفني كنت يعني تم اختياري في الاتحاد اللي يسموه الاتحاد المؤقت، وتم يعني اتصل بي معالي الوزير الموقر، قال لي اختاروك الأمين، تكون أمين الصندوق وليس أمين السر. أنا أمين الصندوق كنت مع أخي وصديقي الشيخ سيفن هاشي المسكري. إيش السؤال هو يقول؟ إيش هي المشاكل اللي كان يعانيها اتحاد القدم أثناء تواجدك؟ بالعكس، ايش المشاكل؟ ما كان شيء مشاكل لله الحمد، ما في مشاكل عندنا، كان بالعكس كنا احنا وصلنا كنا في ابو ظبي كنا قاب قوسين او ادنى كنا جايبين البطوله، واحنا اللي فيما بعد الاتحاد اللي بعد هو نتيجه
الشغل اللي قبله هكذا. نعم هكذا. 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية، 90-45-6. وصلنا للدقائق الأخيرة وضيفنا هو الأستاذ سيف بن مبارك الرحبي، نائب رئيس اتحاد الهوكي. نعود لاتحاد الهوكي وأيضا ما قدمتموه في اتحاد الهوكي، وين لعبة الهوكي أيضا من بين اللعب في السلطنة؟ باختصار عشان أنت قلتي الوقت، وأنا حقيقة معك حق، وإحنا بعدنا ورانا مشوار وراكم صنعة من صنعة الملتقى. نعم راح وشوية عن الملتقى أيضا تحدثنا. أنا أقول على الهوكي، أنا حقيقة حظيت من قبل إخواني أعضاء الجمعية العمومية وتم انتخابي نائب رئيس اتحاد الهوكي. طبعا انا ما بعيد عن اللعبه، تعرفين نادي اهل ازداب هو يعني ابن لعبه الهوكي، وبالتالي انا ما غريب عن هذه اللعبه. فوجدت نفسي اني قد يكون اقدم شيء او اضيف شيء في هذا في 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 هذا الاتحاد. وبالفعل الاتحاد الهوكي انا اقول احد، اذا كان هناك من تقصير انا احد المقصرين، بحاجه الى اعاده نظر كيفيه نشر هذه اللعبه، بحاجه الى 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 اكثر يعني القيام بمجهودات اكبر لنشر اللعبه، لان احنا نريد ننشر هذه اللعبه في كل في كل في كل الانديتنا في السلطنه. يعني لعبه الهوكي هي اللعبه الشعبيه كانت الاولى قبل القدم في سلطنه عمان، هي اللعبة الشعبية الأساسية. فنحن نريد تستمر بهذا العطاء بهذا كونها لعبة شعبية، لعبة شعبية الأولى في السلطنة قبل كرة القدم. فلهذا هي يجب أن تكون تستمر في العطاء، ويجب أن تنتشر هذه اللعبة في ظل وجود الإمكانيات اليوم اللي يحظى بها الاتحاد الهوكي. كان زمان الاتحاد الهوكي لا تجاوز موازنة 150 أو 100 ألف، اليوم موازنته 500,000. فنحن بحاجة بالفعل، وأقول أطلب من إخواني على الجزيرة يجب أن نشتغل ويستمعوا إلينا، يعني يستمعوا ماذا يجب أن يعني نعمله هكذا. نعم هي. رايح بسرعة بعد الحلقة إلى الملتقى إن شاء الله، نلتقي بإخواني هناك الرياضي. إيش طبيعة هذا الملتقى؟ هذا الملتقى طبعا وزارة الشؤون الرياضية يعني تعمله سنويا، يجتمع فيه رؤساء الاتحادات ورؤساء الأندية وشخصيات رياضية وداعمين للرياضة في السلطنة من 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 رجال الأعمال وبعض الشخصيات الرياضية. وطبعا كل الاتحادات بما فيها الاتحاد العسكرية الشرطة والجيش يحضروا لهذا الاتحاد. طبعا هذا الملتقى هو أول هدفه أن يلتقوا هؤلاء الناس المجهولين أو العاملين في هذا الحقل الرياضي اللي مضحين في وقتهم، هذا هدف أساسي يرفعوا عن نفسهم يومين، عشان خلنا نكون واضحين في الملينيوم يعني يومين هنا نعم. لا في أوقات في الصحراء، أوقات في المخيم، أوقات في كذا. اثنين، نناقش يعني يكون هناك في محاضرين احيانا يقابلون هذه المحاضرين من خارج البلد وحد من داخل البلد، دكاتره عمانيين ولله الحمد والقول منه يحاضروا في مجالات يعني تخصص يخص الرياضه. اثنين، احنا نقدم ورقات عمل كرؤساء انديه وكرؤساء اتحادات لعمليه تصحيح المسار وماذا نريد، ماذا الى اين نريد ان نصل بالكره بالرياضه العمانيه داخلي وخارج، زين ماذا نريد. فنحن كل ملتقى نقيم ما قبله، ماذا قدمنا في هذا العام، لان الوزاره تقول انتم شركائي، وهذا يعني نحيي يعني وزاره الشؤون الرياضيه ماذا قدمت. وهذا طبعا من السابق مستمرين في هذا يعني يعني هذا الملتقى رقم ما ادري والله كم. فهذا شيء طيب، يعني نخرج بملتقى بتوصيات معينه، الأندية ماذا تريد، رؤساء الأندية ماذا هم إيش هي همومهم، الاتحادات كذلك ماذا تريد. هنا المشكلة، ما هي أخطاء على اتحادات إذا كان من ملاحظات، إذا نكون على طاولة مستديرة نصارح بعض، لأن في النهاية كلنا متطوعين، لا نتقاضى راتب ولا نتقاضى شيء، اليوم سيف وبكرة عبيد وبكرة زيد هكذا يعني. يعني نعم. أنتوا رؤساء الأندية ما تتقاضون رواتب مقابل؟ يا ريت ما يعطونا شيء، نسمع بس الكلام والسب واللعن، ما في شيء. هي سامحين يا أخوش، الكلام واضح. يعني لا نتقاضى راتب. يعني اللاعبين هذه المبالغ اللي تصرف على اللاعبين وتصرف على الطواقم اللي تشتغل معهم. أي عضو في إداري في مجلس الإدارة ولا يأخذ لا ريال ولا 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 خمس بيسات، وإنما يدفع من جيبه، وما فيهم رئيس النادي. ويتحمل الوقت ثلاثة أرباع في النادي. وأحيي كل عضو مجلس إدارة في الأندية، أقول برافو عليكم والله يعطيكم الصحة والعافية، لأنكم ناس متطوعين يحتاج مفروض نحييهم
ونقول هذه شجاعة اللي يقول يريد عضو مجلس إدارة. يعني عكس الإدارة مجلس إدارة الاتحادات، الاتحادات حكومي لأنك يحصل دعم حكومي، ما مطالب شيء، ما عنده جماهير، ما يعني ما عنده مشاكل، يعني في دعم ثابت. لا حتى الاتحادات أيضا عليها ضغط، عليها ضغط لكن عندها موازنة طيبة وما يشرف على فرق نشاط يعني هوكي هوكي خلاص. لكن أنت 20 لعبة عندك صح ولا لا؟ عندك جماهير لكن أنت ترك نشاط قدم تقدر تكيف موازنتك، عندك حكام وشوية طاقم إداري وكم سائق، إذن هذا مسؤولية مقدور عليها. وبعدك تحصل 100 ريال الرياضة بحاجة، الرياضة بحاجة لعمل تحصل 100 ريال في الشهر على فكرة، يعني الفكرة 100 ريال بس في كل اجتماع، ولازم اجتماعاتك عن يعني 12 اجتماع فقط هذه يعني انزل. يعني لا تساوي البترول انزل الرياضة يعني إلى خلاص وصلنا إلى نهاية البرنامج. نعم. الرياضة بحاجة أيضا إلى هذا النفس التطوعي أيضا في النهاية، هي خدمة لطاقات. نعم. نعم. وخدمة الشباب. صحيح 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 لا شك. حقيقة أشوفي اللي هو لابد أن نحن نكون متطوعين وجنود يعني لخدمة هذا الوطن وسلطان هالبلد. الله يحفظه. إذن لابد أن لا ننتظر من مقابل. إذا أرادت من أرادوا أن يكرموك معروف هذا الشخص بيجيك تكريمك، تكرم اليوم بكرة ما بيكرموك، ما حد حكومتنا ولله ما تنسى أحد. نعم. ما تنسى أحد. إن الشخص هذا أعطى وأدى ولا زال يعطي ويشتغل، إذا ما تعطيك إذا أنت عليك أن تجتهد تخلص النية تعمل من قلبك، يوم تجد نفسك إنك ما عندك النفس وما عندك الطاقة تبتعد لا تجلس يعني تغيب طاقات الناس ومبالغ وتهدر قبل أتوين رئيس الاتحاد. أنت بقى هنا عشان فوق راسك ريشة وكان تستخدم طاقات الاتحاد وأموال الاتحاد وإلى آخره وتستخدم سيارات الاتحاد، يا أخي ابتعد عن الشبهات، ابتعد عن كل شيء، جاء يخدم. فأنا أنصح نصيحة لله، أنصح أن كل من يأتي سواء رئيس اتحاد أو أي شيء عليه أو رئيس نادي أو رئيس ليش نادي معروف، لأن عليك حساب الرقيب من الوزارة ومن الرقابة وإلى آخره وتدقيق يومي. بالعكس النادي ما يبقى في بيسه، نحن مديونين كل الكل يعني دعوة للكل إخلاص في في العمل، الرغبة الحقيقية في عمل تطوعي، لأن هذا لا تنتظر منه شيء لا جزاء ولا شكرا. اللي يشكروك الناس اللي يقدروا هذا العمل. نعم. وتشكرك حكومتك إنك أنت قائم النادي مؤسسة ترى مؤسسة كبيرة، وبالتالي بطبيعة الحال إن هناك من المسؤولين من ينظر عليك أنت مضحي بوقتك بجهدك بصحتك بكل شيء، إذا الحكومة ما تنسى ذلك المخلص المخلص. نعم. نعم هذه هي. الله يعطيك الصحة أستاذ سيف، وإن شاء الله من عطاء إلى عطاء قد تطوي صفحة نادي سداب أهلي سداب، لكن إن شاء الله في صفحات أخرى قادمة إن شاء والله الله. نتمنى إن شاء الله ما دام في نفس للعطاء والله نحن أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نكمل دراستي أول شيء الدكتوراه ونعمل في أي مجال آخر ونستمر في الرياضة. نحن موجودين في الرياضة وموجودين في عمل التطوعي، وحقيقة أنا أوجه شكري وتقديري لأم سفيان هي زوجتي وأولادي اللي داعميني وابني سف وابنك المهندس سفيان. مهندس سفيان وكل البنات يعني وزوجة ولدي المهندس الشيماء يعني حقيقة دائما داعمين وزعلانين. إذا هذه شيماء اللي راسلت لك مهندس شيماء. نعم مهندس شيماء زوجة ولدي لأني أول حبيب عندي تحياتي لعمي سيف الرحبي شخصية محظوظين بها هذا من شيماء. نعم فحقيقة لهم كل الشكر دائما حتى زعلانين أن ليش تركت النادي فوضحت من الأسباب. فأتمنى إن شاء الله فأتمنى أسامحيني، أتمنى من يأتي في نادي أهل سداب رئيسا أو إداريا أن يقوم بأفضل ما قمت به ليكمل المسيرة، وإن شاء الله أنا موجود ومتواجد دائما معهم ولا يزعلوا مني لماذا خرجت وتركت النادي إن شاء الله. نعم. والأهل سداب من تألق إلى تألق إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ سيف بن مبارك الرحبي نائب رئيس اتحاد الهوكي ورئيس السابق لنادي أهلي سداب. إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وضيف جديد، تصبحون على خير. كانت معكم في إعداد الحلقة وتقديمها نايلة بنت ناصر البلوشي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي. تعال.
علق قلبي طيب النار اليتن تعلق قلبي طيب النار اليتن تنعم بالدباج والحل والحلل تنعم بالدباج والحل والحلل تنعم بالدباج والحل والحلل لها مقلة لو أنها نظرت بها لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى رهب قد صام لله والجهل إلى رهب قد صام لله والجهل إلى رهب قد صام